أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نبتدي بارت 2. كنا خلصنا دلوقتي حالا بارت 1 اللي هو النيرف المالتيبل تشويس. نبتدي الماسل مالتيبل تشويس كويشنز، وده عندنا 17 لوحة هندسكاسيت. فتوقع الله نبتدئ اللوحة الأولى، وهي على النيوروماسكولار ترانسميشن. الاناتومي فيه شوية اسئلة. في الاناتومي انتوا عارفين ان نهاية النيرف بنسميها end foot، لان النيرف كأنه واقف اهو على القدم، وده الاند بتاع الفوت، او يسموها terminal knobs يعني انتفاخات نهائية. ودي فيها حاجتين مهمين، فيها الاستايكولين فيسكلز اللي خدنا في محاضرات الامسكيو بتاعت الاوتوراميك انها clear فيسكلز، وفيها الميتوكوندريا اللي هي بتدي الطاقة اللازمة لتصنيع وخروج الاستايكولين، انه بيخرج بالاكسيتوزيس، ودي عملية اكتف. يبقى في حاجتين مهمين، في كلير فيسكل بتحتوي الاستايكولين ده الترانسميتر، وفي ميتوكوندريا. يقابلها في الماسل يا اولاد في حاجة اسمها موتور اند بليت، يعني البليت الصح اللي بيحتوي نهاية الموتور نير. فالإبقى الاسم بليت، وده الموتور نير، ده الان موتور اند بليت، او يسموها سينابتيك جتر. جتر يعني اخدود او انخفاض في المصل. دي بتحتوي الاستايلكولين ريسبتور اللي هتستقبل الاستايلكولين. فين السؤال ام اس كيو هنا؟ افتح ودنك معايا. نيكوتينيك ريسبتورز، السكيليتال مصل عليها نيكوتينيك ريسبتورز، بينما الكاردياك والسموث ماسلز عليهم ماسكرينيك ريسبتور بتوع الاستايلكولين. المسافة ما بينهم يسموها سينابتيك كليفت، يعني الكليفت عند الاتصال، قلنا سينابس عند اتصال، كليفت عند مكان الاتصال. ده في حاجتين في الام اس كيو، في اكسترا سيلر فلويد، وده السؤال الاسهل طبعا، بره النيرف سيل والماسل سيل هيبقى ايه؟ هيبقى اكسترا سيلر فلويد. وفي الانزيم اللي بيكسر استايلكولين اللي هو الاسيتايل كولين استريز، هما طبعا استريزس اللي موجود عند النيرف ده ترو او السبيسيفيك، تبقى عارف هذا الكلام. دي اللوحه الاولى. نيجي اللوحه الثانيه اللي هي النيوروماسكولار ترانسميشن. الستبس طبعا احنا بنشرحش نظري، انت فاهم، احنا بنشرح ام اس كيو اساسا، مراجعه نظري تختلف قليلا. ان هنا الاستايل كولين قلنا فيه 5 ستبس. الاستايل كولين بيبقى ريليزد من النيرف، ده في سؤال ام اس كيو، دي اول ستيب. ازاي؟ ثلاث كلمات تبقى حافظهم، اكشن بوتنشال هيفتح، ده سؤال ام اس كيو بقى، فدام اكشن بوتنشال يبقى هيفتح فولتج جيتد كالسيوم شانل، هيفرقع الفيسكل فالاستايل كولين يخرج بالاكزوسايتوزيس. يبقى فين السؤال في الام اس كيو؟ ان الريليز بتاع الاستايل كولين بالاكزوسايتوزيس سبب دخول الكالسيوم من خلال فولتج جيتد كالسيوم شانلز. الاستايلكولين هيعدي، هيكروس الكليفت وهيمسك في الريسبتورز، هيفتح هنا بقى، ما خد بالك ده السؤال ام اس كيو، هيفتح ليجاند جيتد شانلز. ليجاند ليه؟ لانها بتفتح باللايجاند اللي هو الاستايلكولين. يبقى ركز معايا من فضلك، يبقى الشانلز اللي على النيرف فولتج جيتد وتدخل كالسيوم، الشانلز اللي على المصل ليجاند جيتد ونون سبيسيفيك، بتدخل صوديوم وتخرج بوتاسيوم، بس بتدخل صوديوم اكتر ما بتخرج بوتاسيوم. فالنت افكت ان يحصل ديبولاريزيشن في الموتور اند بليت، يبقى المفروض نسميه ايه؟ موتور اند بليت بوتنشال. الامريكان ما يحبوش تطويل، فبدل ما يسموه موتور اند بليت بوتنشال خلوها اند بليت بوتنشال. هنا في سؤال ام اس كيو، احنا قلنا ان الكهرباء في الجسم يا اكشن بوتنشال يا مش اكشن بوتنشال، يبقى ده الاند بليت بوتنشال ده مش اكشن بوتنشال، يبقى تحط عليه القواعد العكس الاكشن بوتنشال. الاكشن بوتنشال اول اور نان، يبقى كان نوت بي جريدد، في ابسولوت يبقى كان نوت بي سميتد، انما ده بقى بالعكس داز نوت اوبي الاول اور نان لو، يبقى جريدد، مفيش ابسولوت افكتيف بيريود، يبقى سميتد. دي اسئله الام اس كيو، وانا اديتك القاعده العامه، الكهرباء في الجسم من احلى القواعد اللي ارساها لعبد الله، يا اكشن بوتنشال يا مش اكشن بوتنشال. زي خدنا اللوكال ريسبونس، خدنا الالكتروتورس، بناخد حاجه ثالثه الاند بليت بوتنشال، دول
نو اول اور نو لو يبقى جريدد، نو ابسولوت افكتيف بيريد يبقى سميت. طيب دلوقتي النقطة اللي بعد كده، مش ممكن يطلع اكشن بوتنشال في المسل في الموتور اند بليت؟ الصحن ده ما بيطلعش فيه اكشن بوتنشال، الاكشن بوتنشال بيطلع من الادجيسنت اريا. حتى حلوه اهي برضه، اهي الايه الرابعه، الاكشن بوتنشال في المسل بيطلع من الادجيسنت اريا. سهله، يبقى الديبولاريزيشن يسحب البوزيتيف يبقى ديبولاريزيشن، يسحب البوزيتيف يبقى ديبولاريزيشن. لما نوصل للادجيسنت اريا يطلع الاكشن بوتنشال، يبقى نجحنا في نقل الاكشن بوتنشال من النيرف الى المسل. الخطوه الخامسه بعد ما ننقل الاكشن بوتنشال من الادجيسنت اريا، احنا عاوزين وان اكشن بوتنشال، يبقى نكسر الاستايلكولين. ديجريديشن اوف استايلكولين بواسطه انزيم اسمه اسيتايلكولين استريزس، اللي هو انهي نوع اللي هنا قلنا الترو او سبيسيفيك. طيب في سؤال ام اس كيو، هل في حاجه اسمها من نيتشر اند بي بوتنشال؟ اه، من غير اكشن بوتنشال في النيرف بيحصل سبونتينيوس رابشر لبعض الفيسكل، لان الفيسكل دي موجوده في جيلاتينس ماتيريال في ما بينهم براونيان موفمنتس، بيخبطوا ببعض فيطلع شويه استايلكولين قليلين يعملوا اند بلي بوتنشال صغير فيسموه مينيتشر. يبقى سببه سبونتينيوس رابشر اوف فيسكل، لا هو ناتج من اكشن بوتنشال في الام اس كيو في النيرف ولا هينتج عنه اكشن بوتنشال في النيرف في المسل، اسف، لا هو ناتج من اكشن بوتنشال في النيرف ولا هينتج عنه اكشن بوتنشال في المسل. قلت قبل كده ربنا عامله ليه؟ لان لما نعمل ديبولاريزيشن صغير من نيتشر اند بي بوتنشال ده بيقربني من الفايرنج ليفل، فبيعمل خلفيه من التسهيل، باك جراوند اوف فاسيليتيشن، بحيث لما يجي الاكشن بوتنشال بقى عن طريق النيرف اللي هو هينقل الكهرباء يبقى يلاقينا اقرب للفايرنج ليفل بسبب المينيتشر اند بي بوتنشال. قلت مفيش حاجه عند الخالق بتحصل بره السيطرة الإلهية، وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله. Properties أهم بقى يا أولاد في الـ MSQ جدا، في خمسة Properties بنقسمهم 3-2 بإلقاء معين، بنقول Unidirectional Delay Fatigue، دول مع بعض Unidirectional Delay Fatigue، وبعدين Effect of Ions و Effect of Drugs مع بعض. نمسك واحدة واحدة. Unidirectional من الديزاين بيقول الفيسيكل في النيرف والريسبتور في المسل، يبقى لازم يبقى فروم نيرف تو مسل. نوع خامس في الام اس كيو يا اولاد، ان يبتدي الجمله صح وينهيها غلط، يعني يقول لك يوني دايركشن فروم مسل تو نيرف، غلط. فما تفرحش ببدايات الجمل، ما تاخدش البدايه صح تروح على الملا صح، كمل، لازم في الام اس كيو تكمل الستيتمنت للاخر، لازم تبقى عشان تبقى صح يوني دايركشن فروم نيرف تو مسل. ديلي الاحداث دي اللي كلمناها في مده طويله 5 دقائق مثلا، حقيقه الامر الزمن عند الخالق مختلف، بتاخد نص ملي سكند 0.05 of a millisecond. وقلت تاني في نوع من الام اس كيو الخاص بالارقام ما بيغيرش الرقم، هو عارف انك انت عارف رقم 5، انما يجيبها لك 5 ملي سكند، غلط، هي 0.5 مش 5، او يجيبها لك 0.5 second، لا هي ملي سكند، يبقى تاخد بالك. حتى انا قلت لك فين اللعب باللون الاحمر اهو، ده سؤال ام اس كيو. فاتيج، قلت الفاتيج بيحدث مع ايه؟ مع رابيد ريبيتد ستيميليشن، لانه بيخلص الاستايلكولين، سببه اكزوشن او ديبليشن او استايلكولين. يبقى اول 3 خصائص، الثلاثه بيجوا في الام اس كيو يوني دايركشنال ديلي فاتيج، وقلت ازاي بيجوا. الرابعة والخامسة تأثير الأينز وتأثير الدراجز، لازم تجيب لي واحد بيزود واحد بينقص، مين يزود؟ بص للرسم، مين الأين اللي طلع الأستايلكولين؟ الكالسيوم، يبقى الكالسيوم يزود، عكسها المغنيسيوم ينقص، ده سؤال ام اس كيو. طب الدراجز نوع ريسبتور، احنا قلنا ايه هنا يا اولاد؟ نيكوتينيك، خلاص يبقى ارجع للنيكوتينيك ريسبتور، يبقى قول لي مين النيكوتينيك ستيمولانتس ومين النيكوتينيك بلوكر للنيوروماسكولار جانكشن. النيكوتينيك ستيمولانس قلنا نوعين مع الاوتونوميك، يا دايركت يعني بيشتغل على الريسبتور زي الاستايلكولين، واللي هو على اسمه يسموها نيكوتينيك ريسبتور، نيكوتين اس سمول دوز لو دوز، قلنا الاس اس سمول دوز اس اس ستيميليتس، اوعى تنسى، لان اللارج دوز النيكوتين بيبلوك. في طريقه ثانيه اندايركت، ان احنا
نمنع تكسير الاسيتايلكولين. فالاسيتايلكولين اللي نورمال بيشغل ريسبتور يشغلها، بس احنا منعنا تكسيره. يبقى الدواء بيشتغل على مين بقى؟ مش على الريسبتور، بيشتغل على الانزيم، على الكولين استريز. اسمه ايه بقى؟ بيبوظ الانزيم عشان يمنع تكسير الاسيتايلكولين، يبقى اسمه انتي كولين استريز. انتي كولين استريز. حتى قلنا النوع الريفرسبل اللي بيستخدم اللي هو الايزيرين وبروستاجمين. مين الدواء اللي بيقفل القصه دي بقى؟ مشهور قوي اللي هو الكوراري، ده نيورو ماسكولار بلوكر. كوراري اتكلمنا عليه في محاضره الام اس كيو الاوتونوميك. طيب في بقى سؤال مهم جدا، نرجع للوحه الاولى. في سؤال مهم قوي اللي هو المايثينيا جريفيز. قلنا مايو يعني عضله، اثينيا يعني ضعف، لان الثنين ده اله القوه عند الاغريق. اثينيا يبقى ضعف العضلات، جريفيز يعني حمل. وقلت انهم تصوروا ان الستات بسبب تكرار الحمل العضلات بتاعتها بتهن. ليه بقى تصوروا كده؟ لان المرض ده اكتر في الستات منه في الرجاله، في الفيميل. وقلت نسبته ما عليكش الكلام ده واحد لكل 200,000، 5 في المليون. ايه سببه؟ طب طريقه لا تنسى، وكان وراء اكتشاف العلاج بتاعه قصه حب. يبقى ارجع لمحاضراتنا المفصله، ده مراجعه ام اس كيو لاب، ما تلخبطش، وفي نفس الوقت كوندنسد كورس. سبب المرض اللي هو المايثينيا جريفز، الضعف شديد في العضلات. قلت ان ممكن الشخص يقعد يعمل ايده كده عشرات بل مئات المرات، الشخص طبيعي اللي عنده مايثينيا جريفز بعد مرتين ثلاثه ايده بتهن، ضعف شديد في العضلات. ليه؟ ده اوتو اميون ديزيز. في انتي جريفز اجينست الاسيتايلكولين ريسبتور، بيبقى مش ضد الاسيتايلكولين. شوف انا مركز لك اهو عشان الام اس كيو ما يغلطلكش. انتي بادز اجينست الاسيتايلكولين ريسبتور اللي هم النيكوتينيك ريسبتور في المصري. فالانتي بادز دي بتدستروي بعض الريسبتورز للاوائل وتوكيباي البعض الاخر، يبقى مش شغاله. سواء ديسترويد اتحطم او احتل يبقى مش هيشتغل. يبقى الانتي بادز في هذا الاوتو اميون ديزيز تعلمها صح في الام اس كيو، اتس ان اوتو اميون ديزيز، صح. سببه انتي بادز اجينست الاسيتايلكولين ريسبتور، صح. اجينست نيكوتينيك ريسبتور في الماسل، صح. طب العلاج؟ الكثره تغلب الشجاعه. يبقى احنا نزود الاسيتايلكولين اللي هو بلون لزق، فيطرد الانتي بادز اللي محتليه الجزء اللي فاضل ويشغل عضله. طب يبقى عشان نزود الاسيتايلكولين يبقى نمنع تكسيره، يبقى ندي انتي كولين استريز او استريزس. اشهر واحد اسمه نيوستيجمين. نيوستيجمين. وطبعا عشان الاسيتايلكولين اللي زاد ما يشغلش البارا، يشغل السكيليتال ماسل، لان البارا ما بنحبش نشغلها لان الجنرايز اكشن هارمفول. فبنقفل البارا بان بندي معاه اتروبين، ده الاوائل. يعني ما بنزودش الاسيتايلكولين بس، احنا عاوزين نشتغل على السكيليتال ماسل مش على البارا. يبقى نقفل البارا، اشهر عقار بيقفل البارا اللي هو الاتروبين. وقلتها ان وراه قصه حب، واستغليت دي في ان انا احفظكم ما هو سبب المرض وما هو علاج المرض. سبب المرض انتي بوديز، وعلاجه انتي كولين استريز. انتي حبي انا لما قلناها عشان تفتكرها. يبقى المرض انتي وعلاجه انتي، بسببها انتي. سببه انتي بوديز اجينست الاسيتايلكولين ريسبتورز، وعلاجه انتي كولين استريز. اوعى تنسى انتي المايثينيا جريفز، وكان الاكتشاف وراء قصة حب. حكيتها في اوانيها. نيجي اللوحة الثالثة. سكيليتال ماسلز. ايه السكيليتال ماسل يا اولاد؟ الاستراكشر بتاعها مش هنضيع وقت طويل. انت عارف المايوسايتس هي الماسل فايبر. يبقى عارف ده سؤال، مين هي المايوسايتس؟ خليه العضله. الماسل فايبر، قلنا جوه الفايبر في مايوفايبرز، جوه الشعره في شعيرات، وجوه المايوفايبرز الشعيرات في فيلامنتس قيوط. ندخل على الخيوط. هي ستريت الماسل، فيها نوعين من الخيوط، مايسن متداخل معاه اكتن. عد بقى معايا الاسئله الام اس كيو. المايسن بيسموه A باند، وفهمنا ليه A باند، لانه ان ايزوتروبيك ما بيلمعش في الضوء، بيبقى غامق.
بينما الاكتين الثيم فيلامنتس اللي متداخله معاها بيسموها اي باند لانها ايزوتروبيك بتلمع. السؤال الاول في ام اس كيو، الاي باند عد معايا الاسئله بتحتوي ايه؟ اكتين فقط، بينما الاي باند اسف الاي باند اكتين فقط، الاي باند اكتين فقط. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، طب الاي باند بص معايا، مايسن واكتين، مايسن واكتين تابعني بالليزر، يبقى مش الاي فيها اكتين والاي فيها مايسن، لا الاي اكتين فقط، الاي باند مايسن واكتين. السؤال الثالث، طب فين المنطقه اللي فيها مايسن فقط مش متداخل فيها الاكتين اسمها اتش زون؟ ده السؤال الثالث. السؤال الرابع، ساركومير، مير يعني قطعه وساركو يعني عضله، قطعه العضله هي عباره عن ايه؟ المسافه ما بين تو سكسيسيف زد لاينز، الديستانس بتوين تو سكسيسيف زد لاين بنسميها ساركومير. السؤال الرابع. السؤال الخامس، طب الاكشن بوتنشال اللي اتكلمنا علينا قلناه من نيرف الماسل، هيقتحم العضله عشان العضله بتشتغل بالكهرباء عن طريق ايه؟ حاجه اسمها ترانسفيرس تيبيولز. ده السؤال الخامس. الترانسفيرس تيبيولز دي اللي هو السؤال الخامس فيها اربع اسئله لوحدها، ان التي تيبيولز ده عن طريقه بروباجيت الاكشن بوتنشال، ده اهم سؤال، الاكشن بوتنشال بيدخل عن طريق الترانسفيرس تيبيولز تي تيبيولز. تاني نقطه في السؤال الخامس، ان التي تيبيولز موجوده فين؟ بص لي اهو، ادينا عاملها لك باللون الاصفر، عند الجانكشن اوف اي باند مع الاي باند، المايسن مع حتى مش مايسن مع اكتين، ان الجانكشن اهو اوف اي باند مع الاي باند اهي. النقطة الثالثة في التي تي بيولز، التي تي بيولز بتحس قدوم الكهرباء، فيها سنسور الكتريكال سنسور اسمه داي ايزوبروبايل فلوروفوسفيت، داي ايزوبروبايل فلوروفوسفيت، لا اسف اسمه داي هيدروبايريدين، انا اسف داي هيدرو فلوروفوسفيت ده قلناه في المحاضرة اللي فاتت في الاوتونومي، داي هيدروبايريدين ريسبتور، داي هيدرو فلوروفوسفيت ده الايريفيرسابل انتيكولين استريس، اسمه داي هيدرو بايريدين ريسبتورز. النقطه الرابعه ودي متوقعه فيها اكسترا سيرا فلويد، يبقى تاني نقول اربع اسئله في السؤال الخامس اللي هو التي تي بيقول فيه اربع حاجات في الام اس كيو، اهم سؤال ان الاكشن بوتنشال بيدخل للساركومير عن طريق الترانسفيرس بيقول، ده اهم سؤال، موجوده فين؟ تاني سؤال عند الجانكشن اوف اي باند مع الاي باند. ثالث سؤال فيها سنسور ده مش مهم قوي اللي هو الداي هيدروبايريدين ريسبتور. رابع سؤال برضو مش مهم قوي بتحتوي اكسترا سيلر فلويد. طيب الاكشن بوتنشال ده هيعمل ايه؟ هيروح للتيرمينال سيسترني، الانتفاخات النهائيه بتاعت نوع معين من الاندوبلازميك ريتيكولم في الماسل، عشان كده يسموه ساركوبلازميك ريتيكولم، يعني الاندوبلازميك ريتيكولم بتاع الساركو، ساركو يعني ماسل، هيروح للانتفاخات بتاعتها دي، ما عامله زي ال عارف حمل الاثقال، عندها انتفاخين تيرمينال ستيل. ده السؤال الخامس، اوريدي فيه ثلاث نقاط، التيرمينال ستيل دي بتحتوي ايه؟ كالسيوم اللي هو بطل مصحيه الانقباض، بيخرج ازاي؟ عن طريق رايانودين ريسبتور تشانل، يعني تشانل فيها ريسبتور بيتفاعل مع الرايانودين فيسموها رايانودين ريسبتور تشانل، يبقى ما تلخبطش، اللي في التيرمينال سيستيرني رايانودين ريسبتور تشانل، اللي في الترانسفيرسيبل ده اللي ما بيجيش داي هيدروبايريدين ريسبتور. طب بعد ما يخرج عشان نعمل ريلاكسيشن لازم ندخل الكالسيوم، طب دي عمليه اكتف لان الكالسيوم تركيزه عالي جوه، يبقى محتاجين كالسيوم اي تي بيز. يبقى التيرمينال سيستيرني دي فيها ثلاث اسئله، تحتوي بطل المسرحيه اللي هو الكالسيوم، بيخرج عن طريق الرايانودين ريسبتور تشانل، ويدخل عن طريق الكالسيوم اي تي بيز، لان العمليه محتاجه الى طاقه. ده طبعا الخط ده بيمثل الساركوليما اللي هو جدار العضله اللي جاي عن طريق الاكشن بوتنشال، وبعدين يقتحم التي تي بيولز. طبعا عايزين طاقه بالهبل في الماسل، فعندنا كميه ميتوكوندريا كتيره قوي. لسه ما خلصناش الاسئله. طب الاستراكشر اوف مايسن واكتين، من فضلك خد بالك معايا، انا همثله لك مره تاني اهو. المايسن يا اولاد بيتكون من 6 peptide chains، 2 heavy اهم اللي هم رجليا، و4 light. الاثنين الهيفي دول عاملين هيليكس، هيليكس يعني ضفيره، حتى حلوه الاتش مع الاتش، الهيفي
هو اللي عامل هيليكس لفين على بعض، هلف رجلي على بعض الوقت اهو، يبقى في تيل وبعدين بادي وبعدين الارمز وبعدين الهيد. مش هقدر اشيل الهيد ده، هنا الهيد بتاعتي. اللايت تشينز موجوده في الهيد. طيب الكروس بريدج اللي بتطلع من المايسن تمسك الاكتن، ده سؤال ام اس كيو، مصنوع من الارم والهيد. قلنا الهيد فيها الاربعه لايت تشينز، فيها البايندينج سايتس اللي هيمسك الاكتن، وطبعا العمليه دي عاوزه طاقه ففيها اي تي بيز انزايم. يبقى الهيد فيها ثلاث حاجات في الام اس كيو، فيها الاربعه لايت تشينز، فيها البايندينج سايتس اللي هيمسك الاكتن ويشده عشان يعمل سلايدنج، وتالت حاجه فيها اي تي بيز انزايم يكسر الاي تي بي بسرعه الطاقه. الكروس بريدج معمول من مين؟ من الارم والهيد. يبقى ده تركيب المايس، تبقى عارفه كويس. تاني يبقى كام بيبتايد تشينز؟ اثنين هيفي عاملين هيليكس واربعه لايت. الاثنين عاملين تيل، ديل، بادي، ارمز، هيد. الكروس بريدجز معموله من الارم والهيد، حتى عندها تو هنجز مفصلتين، واحده ما بين البادي والارم، واحده ما بين الارم والهيد. الهيد فيه ثلاث حاجات، ده اهم سؤال، في اللايت تشينز الاربعه لايت تشينز، وفي البايندينج سايتس اللي بتمسك الاكتين، والعمليه دي عاوزه طاقه فعنده اي تي بيز اكتيفيتي في الهيد اوف مايس. تركيب الاكتن الاستراكشر ده تبقى عارف كويس، كله اسئله اديني قلته بدل ما تقعد تسمع لك خمس محاضرات في المسلز اللي مهم لك في محاضره واحده الام اس كيو مراجعه يعني العبد الله هو اللي بيعملها. لازم واحد يبقى في دماغه كل الاسئله، ما فيش سؤال مفوته، خلاص ما تنفعش. فعشان كده مش هتسمعها غير هنا على اليوتيوب بتاعتنا بس، مفيش حاجه تانية هتقولها لك او الفيسبوك بهذا التجميع. نيجي للاكتين يا ولاد. الاكتين الاستراكشر بتاعه ده اللوحه رقم 4، الاكتين بيتكون من ثلاث اجزاء اهو، وهوريه لك اهو. في الاكتين اهو، وده البايندينج سايتس اللي هتمسك فيها الكروس بيدجز اللي طالعه من المايس، الكروس بيدجز بتاعه المايس. الاكتين ده ثلاث اجزاء، في الاكتين مين بيغطي الكروس البايندينج سايتس عشان يمنع المايسن يمسك فيه؟ اسمه تروبومايسن. ليه سموه تروبومايسن؟ لانه اهو في مواجهه المايسن، يعني مغطي البايندينج سايتس وهو في مواجهه المايسن، سموه تروبومايسن. طب عشان انا بقى مفروض اشيل التروبومايسن ده الفه بدل ما هو ما بين المايسن والاكتين، اجيبه ورا الاكتين عشان يطلع كروس بيدجز. فعنده دراع اهي اسمها تروبونين، تروبو قلت في اللغه يعني يدور، اي ان يعني بروتين، البروتين اللي بيدوره. بدل ما هو كان واقف زي العزول ما بين الاكتين والمايسن، هنجيبه ورا الاكتين فيبان البايندينج سايتس، فالكروس بيدجز والمايسن تمسك الاكتين، اسمه تروبونين. يبقى اذا الاكتين ثلاث اجزاء يا اولاد، اكتين اللي بيغطي البايندينج سايتس تروبومايسن. ليه سموه تروبومايسن؟ تروبو لانه ماسك في التروبونين وفي مواجهه المايسن، والدراع بتاعه اسمه تروبونين. هذا التروبونين اوريدي ثلاث اجزاء، في جزء ماسك في التروبومايسن يسموه التي بارت، وجزء ماسك في الاكتين يسموه الاي عشان الاكتين اسمه اي بان، واهم جزء اهم جزء اللي بيمسك الكالسيوم اسمه سي بارت. يبقى حتى حلوه في الحفظ، يبقى الاكتين ثلاثه ونمره ثلاثه بتنقسم ثلاثه، ثلاثه ونمره ثلاثه بتنقسم ثلاثه، اكتين وتروبومايسين وتروبونين. وتروبونين اوريدي ثلاث اجزاء، اللي ماسك في التروبومايسين يبقى تي، اللي ماسك في الاكتين يبقى اي، اللي ماسك في الكالسيوم اسمه سي. مسرحيه الانقباض مسرحيه من اربع فصول، اللي عاوز بقى تشوف اللي امثلتها في المحاضرات اللي هي المفصله، انما هنا هنقولها بسرعه. دلوقتي احنا بطل مسرحيه والكالسيوم، بنسمي مسرحيه الانقباض موليكولار ميكانيزم اوف كونتراكشن، او ليها اسم تاني اكسايتيشن كونتراكشن كابلنج. يعني لما المسل بتبقى اكسايتد بتكونتراكت، كل مره هتبقى اكسايتد هيحصل لها كونتراكشن، كابل كابل يعني ازدواج، يعني كل مره اكسايتد يحصل لها كونتراكشن. فصل الاول من فصول الاربعه ان احنا عاوزين نحرر البطل اللي هو الكالسيوم، احنا عارفين. فالاكشن بوتنشال يدخل عن طريق الترانسفيرس تيبيولز،
حتى قلنا مين هيحس مقدامه دي ما تكتبهاش، الداي هيدروبيريدين ريسبتور مش مهمه دي اللي هي السنسور الموجود في التيوب يحس ان الكهرباء جت، فيفتح الرينودين ريسبتور تشانل اللي في التيرمينال سيستيرني فيطلع الكالسيوم فتركيزه يزيد في البلازما بتاعه الماسل اللي هي سموها ساركوبلازم، يبقى تم تحرير البطل. ده اول خطوه، يبقى البطل محبوس في التيرمينال سيستيرني. بوابات السجن بتفتح بالكهرباء بالاكشن بوتنشال، واسمها ايه البوابه؟ طلفتين هم بحرف الار، الرينودين ريسبتور تشانل. يبقى الاكشن بوتنشال يدخل عن طريق الترانسفيرس تيبيولز يروح للتيرمينال سيستيرني يفتح الرينودين ريسبتور تشانل، دي بتيجي سؤال ام اس كيو، يطلع الكالسيوم، الكالسيوم يزيد تركيزه. الفصل الثاني ان احنا لازم نشيل البلوه دي اللي هي التروبومايسين اللي بتفصل المايسين عن الاكتين، يسموها ريلاكسينج بروتين. يعني مين بيعمل لما يجي لك في الام اس كيو مين الكونتراكتايل بروتينز المايسين والاكتين؟ لما بيمسكوا ببعض اهم. طب مين مانعهم ان يمسكوا ببعض؟ يبقى ريلاكسينج بروتين سؤال ام اس كيو، التروبومايسين. فالخطوه الثانيه ان الكالسيوم يمسك السي بارت اوف تروبونين اهو، وبعدين يلف ويجيب ورا الاكتين، يبقى موف اواي التروبومايسين، يشيل التروبومايسين فيكسبوز البايندينج سايتس في الاكتين. لسه ما مسكش في الفصل الثاني، مفيش حاجه مسكت، بس بقى قابل انه يمسك، بان اظهر وبان عليك الامان. يبقى يسموا ايه الستيب 2؟ يبقى اول فصل كان اسمه ريليس اوف كالسيوم، اتكلمنا عليه. ثاني فصل اكتيفيشن اوف ماسل بروتين، ان الكالسيوم يمسك في السي بارت اوف تروبونين يموف اواي التروبومايسين يانكفر البايندينج سايتس في الاكتين، يبين البايندينج سايتس في الاكتين. نيجي اللوحه اللي بعدها، اهم بقى فصل وهو الفصل الثالث اللي هو جينيريشن اوف تنشن، ان الانقباض اللي هو الكونتراكشن، دي كذا اسم، جينيريشن اوف تنشن، كونتراكشن اسمه سلايدنج، لانه ال 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 الاكتين هيسلايد هيتزحلق على المايس، يسموه سايكلينج لانه كل خطوه فيها اربع نقاط اي بي سي دي، يبقى اسمها جينيريشن اوف تنشن، يعني شد المايسن هيشد الاكتين، هيسلايد الاكتين على المايس يسموه سلايدنج، فهيحصل كونتراكشن نسميها سايكل. اهي تعال نتفرج عليها الاول اربع خطوات. يبقى الكروس بريدج يحصل له بايندز لاول سايت، يبقى يحصل اول حاجه بايندينج، كروس بريدج من المايسن تمسك في الاكتين، وبعدين بندنج يتني فالاكتين ده يتزحلق على المايسن فالعضله ككله تقصر، اهي شايف اسود. يبقى اول حاجه بايندنج يعني يمسك، بندنج يعني ينثني فتتحرك، وبعدين ديتاتشمنت يفك من السايت 1 ويرجع لسايت 2 ريتيرن، وطبعا العمليه تتكرر بقى، يزق سايت 2 يزق سايت 3 وحتى دول بيركبوا على بعض عشان تبقى فاهم. يبقى ده الاربع خطوات، يبقى binding, bending, detachment and return. الاول binding لسايت 1، bending فيحصل sliding of actin over mice، detachment يفك منها وبعدين يرجع يمسك في سايت 2. يبقى هنا binding, bending, detachment and return. دلوقتي مين الخطوات اللي عاوز اي تي بي؟ ده سؤال ام اس كيو. البندنج والديتاتشمنت بس هما اللي نيد اي تي بي، مش الاربع خطوات، الاثنين اللي في النص البندنج والديتاتشمنت. وعليه لو خلص الاي تي بي يبقى مش هيعرف المايسين يفك من الاكتين، اللي هو بيحصل لنا يقول لك شد عضلي، تحس العضله بتاعتك مش قادره تفك. لما لاعب يسرف في المجهود في الملعب يخلص الاي تي بي ما يفضلش اي تي بي للديتاتشمنت، فيحصل له شد عضلي نسميه، افتح ودانك، ماسل كونتراكتشر نوت كونتراكشن، لاحظ السبيلنج، ماسل كونتراكشر. طيب سؤالي مش كده مهم جدا، عاوزين نثبت انه لا المايسن اسر ولا الاكتين اسر، دول اتزحلقوا على بعض. بص للرسم، اول حاجه الاتش زون ديسابيرز، اختفت اهي، ده سلايد كده وسلايد كده، اختفت الاتش زون. تاني حاجه الساركومير اللي هو المسافه بين تو سكسيسيف زد لاينز اسرت، اهم حاجه مين طوله ما تاثرش، الاي باند اهو اللي باللون الاسود ده. اهم ثلاث اسئله، بروف الثيوري، اثبت الثيوري، حاجه اختفت وحاجه اسرت
وحاجه لم تتاثر. مين اختفى؟ الاتش زون. لما ده سلايد قربوا لبعض خافوا الاتش زون. مين اسر اهو؟ بص الاحمر الساركومير اللي هو المسافه بين تو سكسيسيف زد لاينز. مين لم يتاثر؟ الاي باند بتاعت المايس. قلنا مين عاوز طاقه؟ البندنج والديتاتش. نيجي بقى ريلاكسيشن الفصل الرابع. الريلاكسيشن افتح ودانك. الريلاكسيشن اذا اكتف بروسيس. اكتف بروسيس عاوزه طاقه مش باسيف. ليه؟ لانك عشان تفك المايسن من الاكتين هو مين اللي منعه؟ الكالسيوم. يبقى لازم الكالسيوم يعود الى محبسه. نعمل اكتف كالسيوم بامب. عشان كده كنا احتاجنا كالسيوم اتيبيز عند الترمستين. كالسيوم يرجع تاني للسيتوبلازميك ريتيكولم. فيبقى خلاص ساب التروبونين تروبومايسين. فالتروبونين تروبومايسين يسيباريت الاكتين فروم مايسين. يرجع يسيباريت الاكتين فروم مايسين. العزول كان مين اللي ماسكه؟ اللي بيمنع ان المايسين يمسك في الاكتين كان ماسكه الكالسيوم. ماسك في السي بارت التروبونين. لما الكالسيوم يدخل التروبونين تروبومايسين يفصل اكتين من المايسين فيحصل ريلاكسيشن. وعليه لما يقول لك في كام عمليه عاوزه طاقه في النظريه؟ ثلاثه. اثنين في الانقباض البندنج والديتاتشمنت باللون الاصفر اهو، وريلاكسيشن عاوز اي تي بي. ثلاث حاجات في المولكولار ثيوري في الاكسيتيشن كونتراكشن كابلنج عاوزه اي تي بي، البندنج والديتاتشمنت والريلاكسيشن. دي كانت اللوحه الخامسه. طيب نيجي للوحه اللي بعد كده اللي هي رقم 6. اللي هو انواع الانقباض في العضلة. كل عضلة عندنا يا اولاد بتنقبض بطريقتين، يا اما ايزومتريك يا ايزوتونيك. حقيقة الامر هي بتنقبض بالطريقتين، يعني بالاتنين مع بعض زي ما هنشوف. حطينا في جدول جميل جدا في 8 نقط لسهولة الحفظ كل اثنتين مع بعضه. دلوقتي الاول عايز اديك المثال بسرعه عشان نفهم، ولو ان المفروض انك عارفه ده، المفروض ده ام اس كيو. دلوقتي لو حضرتك حاولت تشيل شنطه فيها كتب تقيله جدا ما تشالتش، يبقى طول البايسبس مسكت يد الشنطه بتحاول ترفع ما بتتشالش. البايسبس طولها ثابت فيسموا ده ايزومتريك. ما انا علمتك ايزو يعني ثابت، لما قلنا ايزو بوتنشال يعني الكهرباء ثابته ما تغيرش. ايزومتريك يبقى اللينث از كابت كونست. كان عمال تشد انت في الشنطه مش قادر تشد، يبقى الشد زاد التنشن انكريست. المهم حسب مين اللي ثابت اللينث يبقى نسميها ايزومتريك. ما هو متر يعني لينث، مش بتقول هات المتر نقيس. المتر معناه اللينث. انما لو الشنطه خفيفه كده ورفعتها في سهوله ويسر يبقى طول البايسبس اسرت ديكريست ومفيش مقاومه، يبقى التنشن كونست مفيش شد حصل جاب. يبقى if the length is kept constant يبقى ده isometric. if the tension is kept constant it's isotonic. tonic يعني tension. وفاهم هنا ليه الطول ثابت؟ لانه no much sliding خلاص، والتنشن زاد ليه؟ في great stretch. بالعكس هنا ليه اسرت؟ لان حصل great sliding فاسرت، وفي نفس الوقت مفيش stretch للseries elastic elements. ما هو العضلة قلنا كل عضلة يا أولاد فيها كونتراكتايل اليمنتس اللي هم الاكتينومايسين، وفيها سيريز الاستيك اليمنت استيك منه فيه. فلو العضله حصل هنا ده شد ده والتقل ما اترفعش يبقى الاستيك اتشد، يبقى التنشن زاد بس الطول ثابت. لكن لو التقل صغير الطول اسر اهي والده ما اتشدش يبقى التنشن هو اللي ثابت. اكشوالي يا اولاد اول نقطتين في الام اس كيو متجاوبين في راس السؤال. لو قال لي ايزومتريك يبقى الطول هو اللي ثابت، ايزوتونيك تونيك يبقى التنشن هو اللي ثابت. طيب النقطه الثالثه والرابعه متعلقين بالاولى والثانيه. طب هنا العضله ما اسرتش ما شالتش حاجه في الايزومتريك، يبقى ما فيش ورك، يبقى الافشنسي صفر. انما هنا العضله شالت التقل يبقى في ورك، يبقى الميكانيكال افشنسي 20 ل 25%. طيب اصعب نقطه الخامسه والسادسه يا اولاد، دي اللي صعبه. كل انقباض بيبتدي ايزومتريك ولو ربنا سهل لك يتحول لايزوتونيك. يعني هديك مثال اهو، بس ما عنديش الشنطه الثقيله ده، ما اتخيل اهو
انا ماسك شنطه تقيله قوي في الاول انا يعني بحاول ارفعها ما بتترفعش فطول البايسبس ثابت. لو قدرت اتغلب على ثقلها على الانيرشيا قصور ذاتي واترفعت العضله اس اتحولت من ايزومتريك الى ايزوتونيك. يبقى كل انقباض بيبتدي ايزومتريك لحد ما تتغلب على ثقل الشنطه تتغلب على الانيرشيا وتترفع يتحول من ايزومتريك الى ايزوتونيك. وعليه بقى الطالب ذكي يبقى الايزوتونيك بيحصل بعد الايزومتريك يبقى بياخد مور تايم وبالتالي مور انرجي. يبقى الانقباض بيبتدي ايزومتريك لحد ما تغلب على الثقل تغلب على القصور الذاتي. لما تغلب يتحول من ايزومتريك لايزوتونيك. يبقى الايزوتونيك مور تايم مور انرجي. دي النقطه الخامسه والسادسه تبقى فاهمها. كل دي اسئله ام اس كيو. الجدول ده كل نقطه فيه ام اس كيو. طب ازاي بنستدي الكونتراكشن؟ انت احنا بنقيس المتغير في الايزومتريك الطول متر يعني المقياس ثابت اللي اتغير هو التنشن. يبقى تجيب جهاز يحول التنشن اللي هو الشد لطاقه كهربائيه. يبقى هو ترانسديوسر بيحول الشد اللي هو طاقه ميكانيكيه الى كهرباء. يبقى هو الكترونيك ترانسديوسر. اما الايزوتونيك العضله بتقصر بتستخدم جهاز زي بتاع السيمبل ماسل تويتش في المعمل. العضله بتقصر الجاستروكنيميس بتاعت الضفدعه تشد الفتله الفتله ترفع الرفعه. خلاص يبقى جهاز زي السيمبل ماسل تويتش. دي الامثله احسن مثال قلناه يا اولاد. لو التقل ما تشالش يبقى العضله طولها ثابت يبقى ايزومتريك. اتشال يبقى ليفت ذا ويت تبقى ايزوتونيك. طبعا في مثال ثاني ريزل بيجيبه لكم زي وانت واقف وريتهولك في الكوادريسبس ماسل. اهو كوادريسبس ماسل بتنقبض عشان تستيف الني جوينت قوي الني جوينت سبورت بودي ويت. طول العضله ثابت هنا وما العضله بتنقبض ليه؟ عشان تقوي الني جوينت سبورت بودي ويت. ده ايزومتريك العضله طولها ثابت. لما اشيل والحاجه ما تتشالش ايزومتريك. لو انا قدرت الويت از ليفتد يبقى ده ايزوتونيك. ده اللي هو اللوحه السادسه. نيجي للوحة السابعة. وطبعا زي ما قلت دول دي الأسئلة المهمة جدا في القصة. اللوحة السابعة اللي هو الانرجي سورسز. هنا قلت رقم الساعة دي 3. هنتكلم قبل الانقباض during rest، أثناء الانقباض during contraction، بعد الانقباض during recovery. كل حاجة فيها 3 نقط. during rest سؤال ام اس كيو وانت قاعد كده مرتاح، مين المين فيول اوف ذا ماسل؟ فري فاتي اسيد. ده سؤال. طب ليه وانا ديورنج ريست بستخدم عاوز طاقه؟ لان الماسل فيها ريستنج ميمبرين بوتنشال سبب صوديوم بوتاسيوم بامب اللي عاوز طاقه. الجمله اللي جايه صعبه. الماسل ديورنج ريست نوت ريلاكسد. ما تلخبطش كلمه ريست بريلاكس. فيها تون اللي هو بيحافظ على البوزيشن اهو. لو انا مفيش يعني مينيمال كونتراكشن بيحافظ على البوشر. لو انا مفيش كونتراكشن في ظهري اروح مقلوب كده على وشي. يبقى ايفن ديورنج ريست المصل فيها كونتراكشن مصل طول. وبعدين تكوين الجلايكوجين بيحتاج الى طاقه. يبقى ثلاث حاجات اهو ديورنج ريست. طاقه ديورنج كونتراكشن دي الاهم طبعا. مصدر الطاقه هو الادينوزين ترايفوسفيت اللي هو قلت لكم عباره عن 3 فوسفيت جروب ماسكين في ريبوز شوجر، شوجر خماسي ماسكين في ادينين بيز. الطاقه فين يا اولاد؟ في البوندز. المركب فيه 2 هاي انرجي وواحده قلنا اوردينري بوند. لو عاوز تعرف ارجع المحاضرات مش هشرح دلوقتي، احنا بنتكلم ام اس كيو. عاوز تعرف السبب ليه 2 بس هاي انرجي وواحده اوردينري ارجع لمحاضراتنا. فتكسير الادينوزين ترايفوسفيت الى 3 واعاده تكوينه من 3. يبقى كل حاجه 3. اكسر الاي تي بي ل3 واعيد تكوينه من 3 مع شقت مثل عشق للنظام. نكسر البوند دي. فكر معايا بهدوء. يبقى المركب اتبقى فيه 2 فوسفيت يبقى يسموه ادينوزين داي فوسفيت. والفوسفيته دي وقعت يبقى فوسفوريك اسيد والبوند طلعت الطاقه. الهاي انرجي فيها 1200 كالوريز 1200 كالوري. تستخدم ربعهم في الورك عشان كده قلنا الميكانيكال افشنسي 25% والباقي يطلع كهيت. الهيت ده مفيد قوي يا اولاد.
الهيت ده بيزود الانزيماتيك رياكشن في العضله وبيقلل لزوجتها، ادي اهميه انها تسخن، وده بيساعد الحركه، الانزيم بيشتغل اكتر واللزوجه قلت. طيب العمليه دي بتحدث انيروبيكلي، مش عاوز اوكش. مين اللي بيكسر الاي تي بي؟ الاي تي بيز اللي هو مين؟ فاكر قلناه الهيد اوف مايسين كان هو اللي عنده اي تي بيز اكتيفيتي، بس عشان ما ينشطش غير في وقت الكونتراكشن لا ينشط الا بوجود الكالسيوم. شوف العظمه، يعني المايسين اي تي بيز اللي هيحطم الاي تي بي لحصول على طاقه الانقباض لا يحدث الا عندما يكون هناك انقباض. مين الاندكس دليل ان في انقباض؟ ان الكالسيوم طلع. انفورشنت يا اولاد ان هذا الادينوزين ترايفوسفيت لا يكفي غير 5 لـ6 ثواني بس of vigorous contraction، 5 لـ6 ثواني فقط، ما يكفيش اكتر من كده. يبقى لازم في ومفيش انقباض 5-6 ثواني، يبقى لازم في اثناء الانقباض نعيد تكوين الاي تي بي. قلت تكسيره الى 3 مع شقه مستعشق النظام، تكوينه من 3. اسرع مركب حضرتك عندك ادينوجين داي فوسفيت، ناقص لك واحده فوسفيت، نجيب لك مركب فيه فوسفيت اللي هو كرياتين فوسفيت. يبقى ادينوجين داي فوسفيت مع كرياتين فوسفيت يدي ادينوجين تراي فوسفيت زي الكرياتين، برضو رياكشن ده انيروبيك، خد بالك كلهم انيروبيك ما عدا واحد بس. ده يزود لك المده الى 10-15 ثانية. يبقى عشان تعمل 10-15 ثانية، وبالتالي ال 100 متر ران سباق 100 متر اللي بياخد اقل من 10 ثواني بتحتاج الادينوزين تراي فوسفيت والكرياتين فوسفيت، يسموهم مع بعض الفوسفاجين سيستم. ده سؤال ام اس كيو، من هو الفوسفاجين سيستم؟ الكرياتين فوسفيت والادينوزين ترايفوسفيت. الكرياتين فوسفيت نسبته الى الادينوزين ترايفوسفيت 2-3 إلى 1 اي تي بي، يزود المده من 5-6 ثواني، الاثنين مع بعض يعملوا 10-15 ثانية اللي هو ال 100 متر ران. طيب عاوزين طاقه اكتر، نكسر الجلوكوز انيروبيكالي، برضه ستيل انيروبيكالي، يبقى هنا انيروبيك انيروبيك انيروبيك، لسه ما دخلناش في الاوكشن. سموها تكسير الجلوكوز بمعزل عن الاوكشن، يسموه جلايكوليتيك سيستم، جلايكوليس. واحد جلوكوز مع 2 اي تي بي يدي 4 اي تي بي ولاكتيك اسيد. طبعا لاكتيك اسيد دي بتعمل بين، ان العضله تتملى لاكتيك اسيد. طيب هنا في سؤال يا اولاد، يبقى كل جلوكوز موليكيول بيدي كام اي تي بي في الام اس كيو؟ واحد جلوكوز مع 2 اي تي بي يدي 4، يبقى انت صرفت 2 وكسبت 4، يبقى كسبت اكشن 2. يبقى الريشيو اوف جلوكوز تو اي تي بي في الجلايكوليتيك سيستم من غير اوكشن 1-2. طب اللاكتيك اسيد ده مصيبه، تصور المصل فيها لاكتيك اسيد عامل لك بين فتيج، بيبقى ريموفد بثلاث طرق، كل حاجه 3. اولا يتحول الى بايروفيك اسيد، السبيلنج غلط معلش بعتذر، في عجاله، بايروفيك اسيد دي واحده، او يبقى بالكريب سايكل، او موستلي معظمه يتحول لجلايكوجين في الليفر نمره 2، او نمره 3 تصور الهارت ممكن يستخدمه دايركتلي از فيول اللاكتيك اسيد. طيب هنا انت زودت المده لكام بقى؟ قلنا الفوسفاجين سيستم الاي تي بي مع الكرياتين فوسفيت ادوك 10-15 ثانية اللي هو ال 100 متر ران، هنا 30-40 ثانية تكفيك 200 متر سباق، 200 متر 200 متر ران، هنا كانت 100 متر بس. طب يعني عمالين نشتغل، خلصنا القصة كلها واحنا لسه ما جبناش دقيقة 30-40 ثانية. This is why ربنا خلانا يا اولاد aerobic organism، ناخد اوكسجين، نحطم الجلوكوز بقى بالاكسيديتيف فوسفوريليشن، aerobic aerobic، لان هنا بقى الواحد جلوكوز ما يديش 4 وتخصم 2، هنا يديك 40، يبقى حتى الاعداد لذيذة في الحفظ، هنا 4 هنا 40 بالاكسيديشن. ايه الفرق بين حرق الجلوكوز بدون اوكسجين؟ جلايكوليتيك يديك 4 وتخصم 2، هنا يديك 40 وتخصم برضه 2، يبقى خدت كسبت 38، يبقى الجلوكوز تو اي تي بي ريشيو 38. وكمان ميزه ثانيه، ما يطلعش لاكتيك اسيد، يطلع كربون دايكسايد نتخلص منه في الرئه، وميه الميه مش هتوجع وتبقى انليمتد بقى، زي الماراثون، سباق الماراثون اتكلمنا عليه في المحاضرات، او سباحه مسافات طويله. طيب لو عملت مور برولونجد اكسرسايز ايفن ممكن تستخدم حاجه غير الجلوكوز، تستخدم الفري فاتي اسيد في البرولونجد اكسرسايز. وطبعا الحاجه الثالثه اللي ممكن تستخدمها امينو اسيد بس تحولها لجلوكوز بجلوكونيجينز. يبقى لاحظ يا اولاد كل حاجه ثلاثه، كل حاجه ثلاثه.
خلاص يبقى تكسير الاي تي بي الى ثلاث واعاده تكوينه من ثلاث كله انيروبيكال لحد اخر واحده الاكسيديتيف فوسفوريليشن اللي هي خلت الموضوع انليميتد. ديورينج ريكفري بقى بعد اي اكسرسايز يا اولاد بننهج. ما فيش اكسرسايز عاملينه في حياتنا لما تقعد تلاقي نفسك نفسك عالي ليه؟ ده يسموه اوكشن ديت السلف ان قلت ان العضله محتاجه اكسجين في اي اكسرسايز في اي اكسرسايز اكتر من اللي بتديه رئه بس العضله مهذبه بنت حلال فقالت خلاص يا عمي هعمل لك الاكسرسايز بس ابقى دائنه للرئه بالشويه اللي ما ادتهمنيش في الاكسرسايز وانا ما بسيبش الدين تدوني بعد ريكفري على طول فسموه اوكشن ديت ده ديورينج ريكفري. هنتكلم عليه في ثلاث نقط. ايه الديفينيشن ده بيجي ام اس كيو الاوكشن كونسيومد ادي اول كلمه زياده دي اهم كلمه زياده عن الريستنج انا من غير اكسرسايز بستخدم اوكشن وانا عايش اوانطه يبقى اللي باخده زياده على اللي كنت هاخده وانا ريستنج يبقى دي اهم جمله بتنسوها يبقى الاوكشن كونسيوم ان اكسس تو بيزل ان اكسس تو ريستنج ديورينج ريكفري يبقى ديفينيشن ثلاث كلمات اهو الاوكشن اللي باخده زياده عن البيزل ديورينج ريكفري. طب السؤال الرائع بقى في الام اس كيو طب انا الاكسرسايز خلص المصل ليه بتطالب الرئه باوكشن والاكسرسايز خلص ليه بننهج بعد اي اكسرسايز عشان مش هو ده اخر اكسرسايز نزلت تعمل بعد كده فبتطالبها باوكشن عشان خاطر تعمل ريفورميشن للاي تي بي والكرياتين فوسفيت والجلايكوجين اتكسر عشان تريفيل المايوجلوبين اللي في المصل بالاوكشن عشان تريموف اللاكتيك اسيد حتى قلتها بطريقه جميله ولا تنسى ليه المصل بتطالب اللنج باوكشن بعد الاكسرسايز قلت علشان خاطر عيون ري اوعى تنساها يبقى كلها ري فورميشن اوف اي تي بي كرياتين فوسفيت جلايكوجين ري فيل المايوجلوبين ويز اوكشن ريموفال اوف لاكتيك اسيد قول لي تتنسي ازاي بالمنظر فيجوال واوديتور اهو الطلبه يقول لي بنفتكر كلامك في الام اس كيو علشان خاطر عيون ريري لولا هذا الاوكشن ديت اللي هي الجمله الثالثه في الاوكشن ديت انا قلت كل حاجه ثلاثه ما يجيش الموضوع احلى من كده ما استطاعت المصل ان تقوم باكسرسايز في غيبه وفره من الاوكشن هو ده اللي بيسمح ان المصل تعمل اكسرسايز في وجود انسفيشنت اوكشن ده كان اكبر لوحه يا اولاد. طيب تقل للفاكتورز افكتنج السكيليتال ماسل كونتراكشن ده واحد من الاسئله الصعبه قلنا في نوعين من الانقباض ايزومتريك وايستوليك في نوعين اساسيين يوجد نوعان اساسيان من الفايبرز في المصل كل مصل فيها نوعين بدرجات متفاوته حسب هي هتعمل اي وظيفه ربنا ادالك البطء مع عدم التعب خلاص يبقى في مصل فايبر ما بتتعبش هاي ريزيستنت تو فاتيج ولكنها بطيئه انت مش هتاخد الاثنين وداك نوع تاني من المصل فايبرز يتميز بالسرعه بس بيتعب رابد بس ليس ريزيستنت تو فاتيج واحده فيهم اللي ما بتتعبش لكن بطيئه بتبقى هي اوعى تنسى سمول ريد بيبقى المصل فايبر سمول ريد وحتى النيرونز اللي بتغذيها الخلايا العصبيه اللي بتغذيها برضو زيها سمول وبتقوم بالسلو كونتراكتايل ميكانيزم اللي هو هايلي ريزيستنت تو فاتيج حتى كلها بحرف الاس يبقى السلو هي اللي سمول وريد انما اللي رابيد يبقى بالعكس هي اللي لارج اهي المصل فايبر لارج وهي اللي فاست وقلتها بطريقه طفوليه شرحي كله طفولي عشان ما تنسوش الواحد هينسى في الاخر هي الريد والبيل الحمراء ولا البيضه هي اللي بتتعب ومين السريعه فقلت يا اولاد افتكروا حاجه طفوليه حفظتها الاجيال البقره والفرخه البقره الواحد يروح للجزار يقول له اديني حته لحمه حمراء البقره بيحطوها في الساقيه تقعد طول اليوم يبقى ما تتعبش بس بتدور ببطء اما الفرخه يا اولاد تخيل فرخه كده بتحرك جناحتها بسرعه قوي يبقى فاست اللي هي حتى لون صدر الفرخه ابيض بيل بس ما يحطهاش في الساقيه لانها كان نوتروجيست فاتيج بس سريعه اوعى تنسى البقره والفرخه البقره اللي هي الحمراء اللي بتبقى ما بتتعبش وبطيئه اللي هو يسموه تايب 1 الفرخه اللي هو الفاست بيل يسموها تايب 2 بي وهفريك بعد شويه فين تايب
2A. انا بقى في هنا هراجع هقول هي ليه السمول ريد ما بتتعبش وليه هي بطيئه. التعب ليه ما بتتعبش؟ بقولها باسلوب جميل قوي، لانها ما بتخلصش الاي تي بي. واحد ليه ما بيفلس؟ ما بيخلص الفلوس. طب عشان ما بلغه الفلوس اللي انتم بتفهموها، عشان ما تخلصش فلوسها اللي هو الادينوجين ترايفوسفيت، لازم تكسب كتير وتصرف قليل، بس يبقى اتحلت المعضله. يبقى ما بتتعبش عشان ما بتخلصش فلوسها اللي هو الادينوجين ترايفوسفيت، يبقى عندها انكريست فورميشن وديكريست يوتيلايزيشن. ترجم بقى. طب عشان تعمل اي تي بي كتير، اختار مين اكتر ثلاثه في واحده في الثلاثه اللي خدناهم بتعمل اي تي بي؟ الاوكسيديتيف فوسفوريليشن. الواحد جلوكوز كان بيعمل 40 مش 4، واخصم 2. يبقى اذا بتعتمد على الاوكسيديتيف باثوي وعليه، تبقى لازم يبقى فيها مور اوكسيديتيف انزايم، مور ميتوكوندريا، مور بلاد، عشان ده اللي بيجيب الهيموجلوبين اللي فيه اوكسجين. يبقى مور كابيلرز، مور مايوجلوبين، عشان ده مخزن الاوكسجين في المصل. واظن دلوقتي فهمت يا اولاد هي ليه حمراء، عشان فيها مور كابيلرز ومور مايوجلوبين. مايوجلوبين فيه حديد والحديد احمر، قلنا الاهلي حديد، كل حاجه فيها حديد حمراء. طب وليه سمول؟ برضه فهمت، لان الاوكسيديتيف فوسفوريليشن الواحد بيدي 40 وتخصم 2، يعني مش محتاج احوش كتير جلوكوز مونيكل. الواحد بيدي 40 هحوش كميه صغيره، فالماسل فايبر تبقى سمول. يبقى فهمنا ليه حمراء؟ عشان الواحد بيدي 40 اوكسيديتيف باسوي، وليه صغيره؟ عشان ما بتحوشش جلوكوز كتير وبتصرف اي تي بي قليل، يبقى عندها لو اي تي بيز اكتيفيتي. طب ليه هي بطيئه؟ البطء بقى ده مرتبط بشيئين. طريقه طلوع الطاقه هنا بطيئه، الاوكسيديتيف باسوي ده بياخد وقت. وحاجه اهم الكالسيوم بتاع الانقباض، الكالسيوم بيخرج ببطء وبيدخل ببطء، عشان كده سلو ريليس اوف كالسيوم يبقى سلو كونتراكشن وسلو كالسيوم بامب. ليه اهي بص معايا بقى، عشان السركوبلازميك ريتيكولم اللي فيه الكالسيوم ضعيف، less extensive. طالب قال لي بس سيبنا، انا اقول لك بقى الناحيه الثانيه الفاست، كلها اسئله ام اس كيو. ليه الفرخه اللي هي اللي فاتحه فاست بيل ليه كان نوت ريجيست فاتيج، بتتعب بسرعه بس سريعه؟ تتعب بسرعه عشان بتخلص الاي تي بي. ليه واحد بيفلس بيكسب قليل ويصرف كتير؟ يكسب قليل يبقى بتستخدمش الاوكسيديتيف، بتستخدم الجلايكوليتيك باثوي، ما بتكسرش الجلوكوز بالاوكسجين، بتكسره بمعزل على الاوكسجين جلايكوليتيك. الواحد بيدي 4 وتخصم 2، يبقى مش عاوز اوكسجين، عشان كده ليس ميتوكوندريا. قارنها بهناك، ليس ميتوكوندريا وليس كابيلري وليس مايجلوبين، وعشان كده مفيش دم كتير ومفيش مايجلوبين كتير، لونها مش احمر، لونها بيبقى بيل. وبعدين بتصرف كتير، عندها هاي اي تي بيز اكتيفيتي، هناك كان عندنا لو اي تي بيز اكتيفيتي، بتصرف قليل تكسب كتير وتصرف قليل، هنا بتكسب قليل بالجلايكوليتيك باثوي وتصرف كتير هاي اي تي بيز اكتيفيتي. طب ليه سريع؟ اظن انت عارفها، ان الجلايكوليتيك باثوي نمره واحد سريع، اتنين موضوع متعلق بالكالسيوم، الكالسيوم بيخرج بسرعه في الانقباض بسرعه ويدخل بسرعه، يبقى 100% عندها مور اكستنسيف ساركوبلازميك ريتيكولم، ساركوبلازميك ريتيكولم محترم، فعشان كده رابيد ريليس اوف كالسيوم ورابيد ابتيك. لو انت عندك عضله عاوز قوه ومش عاوز سرعه، يبقى ربنا يخلي معظم الفايبرز من تايب 1 اللي هو البقره اللي هي الحمراء ريد وسمول. الفايبر سمول مش البقره سمول، مش عاوز غباوه، الفايبر صغيره، لكن في الفرخه صغيره بس الفايبرز مصر فايبر كبيره. عشان مره طالب سالني السؤال الغبي ده، خلاص الواحد كان دماغه هيفرق، ايه ده؟ زي مصل ساعة الباك وبتاعة الليج، انا قاعد اهو معاكم بقالي ساعتين ثلاثة، محتاج مش عاوز مصل ما تتعبش، بس مش عاوز سرعة، يبقى المصل بتاعة الباك والسوليس. وعلي شوف العظمة اللي هي، ان مفيش حاجة ثابتة غير الخالق واحد هو المطلق. اللاعبين اللي بيلعبوا اكسرسايز عاوزة انديورانس، بيعمل ماراثون، بيعمل سباق دراجات، عاوزة مدد اكتر منها سرعة، العضلات بتاعتهم بيكتر فيها النوع ده اللي هو سمول ريد، وبتكتر مع الاولد ايج، لان مع الاولد ايج احنا مش عايزين سرعه بس عايزين ما نتعبش،
عندما يهن الإنسان بسبب تقدم العمر. إنما المصل اللي بتعمل fine skilled movements يعني بيلعبوا بيانو بقى بالفينجرز أو الأوكلر مصل اللي عمال تحرك عينيك يمين وشمال بسرعة، هنا مش عاوزة مجهود بس عاوزة سرعة. يبقى معظم عضلات الهاند والأوكلر مصل بتاعت العين اللي بتعمل fine يعني دقيق، skilled يعني ماهر. كل كلمة ليها معنى، دي بقول لك ترمينولوجي عشان ما تضيعش وقتك في القواميس. دي معظمها بيبقى fast pain. ده واحد من أصعب الأسئلة يا أولاد، اللي هو أنواع المسل فايبرز. دي كانت اللوحة رقم 8. نيجي للوحة رقم 9، ستيمولس فاكتور، بيأثر في الانقباض. عندي حاجتين في الستيمولس، دي سهلة شوية. يا قوي شدة الستيمولس السترينث، يزود العدد الفريكوانسي. الاثنين سواء زودت قوة الاستيمولس او عدد الاستيمولاي الانقباض بيقوى، بس الفرق مختلف تماما. احنا بنقول في حاجة اسمها موتور يونت، وده سؤال MCQ، من هي وحدة الحركة؟ One anterior horn cell، its axon، والmuscle fiber supplied by this axon. لازم يتحركوا مع بعض. Action potential بنروح لهم كلهم معا، سموها وحدة الحركة. يبقى وحدة الحركة ثلاث حاجات: One anterior horn cell، One axon، المسل فايبر سبلايد باي ذيس اكشن. يتبع الاول اور نون لو، ده سؤال MCQ. لو حضرتك بتعمل حركات فاين سكيلد يعني حركات دقيقه، يبقى لازم كل موتور يونت يبقى فيها عدد محدود جدا من الفايبرز، 3 ل 6 مسل فايبر. حتى قلت اعداد سينمائيه ماتيني اهو، من 3 ل 6 مسل فايبر في الفاين سكيلد. لكن لو عضلات الباك وعضلات الرجلين انا عاوز حاجه تنصبني، يبقى في هذه الحالة عدد الفايبرز هيبقى 100-200 فايبرز، لأنها بتعمل بالعكس، مش فاين جروس، عكس فاين يعني مش دقيق. طيب هنا بقى لما تزود الاسترينث والاستيمولس، ليه قوة الانقباض بتزيد؟ سهلة، ان انت اي مصل فيها سي 100 يونت، مجرد مثال، اما دي استيمولس ثريشولد يشغل 10، لازم ثريشولد عشان يوصل. سوبرا ثريشول يشغل 50، ماكسيمم يشغل 100. طب سوبرا ماكسيمم، لا خلاص هم 100. عشان كده قلنا لا تتبع الاولور نون لو، المسل ككل لا تتبع الاولور نون لو، اليونت هي اللي تتبع الاولور نون لو. لخبطش بقى، يبقى الهول مسل لا تتبع الاولور نون لو، اللي ممكن يشغل 10 50 100، انما الموتور يونت هي اللي تتبع الاولور نون لو. يبقى لما بزود السترينث والستيمولس بيزيد عدد المسل فايبر المشتركه في الانقباض. نسمي ده ايه يا اولاد بقى؟ ريكروتمنت. بحب قوي افهمكم الانجليش. تو ريكروت يعني اعين موظفين، زي الريكروتر، الراجل اللي هو في الادمنستريشن، هيومن ادمنستريشن، لو بيعين موظفين يسموه ريكروتر، بيزود عدد الموظفين لما الشركه تحتاج اكتر. فعمليه زياده عدد الموظفين اللي هو الموتور يونتس، لما تدي ستيمولس اقوى يشتغل يونتس اكتر، يسموها ريكروتمنت. تعال النص الثاني. طب لو زودت الفريكوانسي، قلت الاول حسب الفريكوانسي، لو لو هيحصل سيبريت تويتشز، زودت اكتر العضله مش هتلحق تريلاكس، يعني وهي بتريلاكس يجي لها سكند سيمولس تو كونتراكت، وهي بتريلاكس يجي لها ثيرد سيمولس. هذا الانكمبليت ريلاكسيشن اللي ما بيكملش يسموه كلونس. لو زودت اكتر هاي فريكوانسي العضله وهي كونتراكت يجي لها سكند سيمولس، فتقعد كونتراكت، فتقعد كونتراكت، يسموه كونتينوس كونتراكشن اور تيتانس. في الثلاثة كيرز لو عندك قوة ملاحظة، تملي السكند كونتراكشن أقوى من الفيرست، والثيرد أقوى من السكند، and so on. ليه بقى؟ لما تدي استيمولاي بسرعة كل استيمولاي بتطلع شوية كالسيوم، فمعدل تدفق الكالسيوم في المصل بيبقى تخطى معدل الكالسيوم بامب باك تو ذا ساركوبلازميك ريتيكولم، فتركيز الكالسيوم يزيد فالانقباض يزيد. الظاهرة دي يبقى التاني أقوى من الأول والتالت أقوى من التاني، يسموها ستيركيس فينومينون، ظاهرة السلم، أو قلتها لكم تب فينومينون. تب في الألمانية معناها سلم، كل حاجة اللي قلت لكم عليها هي جاية منين. يبقى تب ده مش اسم واحد، ده معناها سلم بالألمانية. يبقى سبب الستيركيس فينومينون أو تريب فينومينون جات الكالسيوم، خلاص. وبعدين في نقطة تانية مهمة هنا، انهي نوع من الانقباض هو الاكثر في السكيتال ماسل؟ ده سؤال MCQ. تيتانس،
انت وانت شايل شنطه ايدك في حاله كونتينوس كونتراكشن، وانت قاعد كده ناصب نفسك كويس عضلاتك في حاله كونتينوس كونتراكشن تيترس، ده النوع الشائع في السكيتال ماسل اللي هو مرفوض في الكارديك ماسل. طب ليه بيحدث؟ قلت لكم السبب، لان السكيتال ماسل عندها اقصر اكشن بوتنشال، اكشن بوتنشال بتاعها بياخد مده قليله قوي، فالابسولوت ريفاكتيف بيريود فيري شورت كومبيرد تو ذا كارديك ماسل اللي عندها اكشن بوتنشال ببلاتو طويل، فالابسولوت ريفاكتيف بيريود اللي بيتبع الاكشن بوتنشال طويل، فما فيش استجابه في اثناء الانقباض، فما يحصلش انقباض على انقباض، ما يحصلش تيتانس في الكارديك ماسل، وهو ما ينبغي ان يكون. دي رقم 9. نيجي اللي بعدها اللينث تنشن ريليشن شيب، علاقه بين الانيشال لينث بتاع العضله والطول المبدئي للعضله وقوه الانقباض معبرا عنهم في صوره تنشن. يبقى التنشن هو اللي بيتغير، يبقى الطول هو اللي ثابت، يبقى نوع الانقباض ايزومتريك اللي بيعبر عن قوه الانقباض مقدار التنشن، التنشن هو المتغير، يبقى اللينث هو اللي ثابت، يبقى ايزومتريك. قلت العضله فيها يا اولاد زي ما قلنا كونتراكتايل اليمنت والسيريز الاستيك اليمنت. تعال بص للكيرف ده، كل ما زود الانيشال لينث بتاع الساركومير يبقى انت بتشد السيريز الاستيك اليمنت. العضله عباره عن عناصر منقبضه واساتيك. سيريز يعني على التوالي في اللغه، سيريز الاستيك اليمنت يعني الاستيك اليمنت على التوالي مش على التوازي. تخيل اهو، تعالى اشبهها لك، عضله من غير انقباض خالص ماسكها بين ايديا كده، كل ما شدها يبقى انا بعمل ايه؟ مفيش انقباض، تبقى باسف، انا بشد الاساتيك اللي جوه العضله، يبقى سموا ده باسف تنشن. يبقى الباسف تنشن ده في ان ستيميليتد ماسل، سببه ايه؟ ان انا بشد السيريز الاستيك اليمنت، كل ما شد التنشن يزيد، اشد التنشن يزيد الباسف. هثبت الطول، ما احنا قلنا هنثبت الطول لان المتغير هو التنشن، هثبتها كويس كده وتيجي حضرتك تروح مد ستيمولس الكتريكال ماسل، فالكونتراكت انا مش هسمح لها تقصر، قوة الانقباض اللي هيعبر عنها التنشن بسبب ايه دي؟ ان بيطلع كروس بيجز من المايسن تمسك الاكشن وتشد. يبقى الباسيف تنشن سببه الاساتيك اللي جوه السيريز الاستيك اليمنت، الاكتيف تنشن سببه النمبر اوف كروس بيجز، كل ما طلع نمبر اكتر الشد يبقى اكتر. طيب ده بيحصل فيه ايه بقى؟ الاكتيف تنشن اهو كل ما تزود الساركومير لينث اللي هو الطول المبدئي بتاع وحده الانقباض يزيد التنشن وذين ليميتس ويوصل ماكسيمم عشان يرجع، ده الاكتيف تنشن. الاثنين مع بعض يسموهم التوتال تنشن. يبقى الباسيف تنشن سبب الاسترتش بتاع السيريز الاستيك اليمنت، الاكتيف تنشن سبب النمبر اوف كروس بريدجز. سؤال مهم جدا في الام اس كيو يا اولاد، اكبر عدد من الكروس بريدجز وبالتالي اعلى تنشن لما يبقى طول الساركومير 2.2 مايكرو. قلت لكم بطريقه لا تنسى عشان ما تنساهاش، طريقه فيها مزاح، قلت اقوى لاعب في الاتحاد السكندري كان اسمه 2.2، قلب دفاع رهيب الناس كلها بتخاف منه، يبقى اقوى وضع العضله اللي هو افتكرها 2.2 2.2 2.2. ليه؟ اهي ده احسن عدد من الكروس بيجز لما يبقى ما فيش اتش زون، لما التو اكتين فيلمنتس يتلامسا اكبر عدد من الكروس بيجز وبالتالي اقوى شد عن 2.2. طب زودت عن كده طول عضله، شديت الاكتين اكتر من كده، طلعته بره المايسن، عدد الكروس بيجز قلت، اهي الوضع ده. طب اقصر من 2.2 ركبت واحد على التاني، يبقى واحد غطى اماكن الكروس بيجز في الاخر فبرضه تقل، يبقى احسن وضع 2.2. في قانون من اهم القوانين في الطب اسمه ستارنينج لو، يطبق على العضلات بانواعها الثلاث سكيليتال كارديك وماسل، كل ما تزود الانيشال لينث اوف ماسل يزيد الاكتيف تنشن اللي هو الكونتراكشن معبرا عنه بالاكتيف تنشن وذين ليميتس ستارلينج لو. يبقى بيقول ايه ستارلينج لو؟ ذا جريتر ذا انيشال لينث، اهو بشاور معاك بالليزر، ذا مور ويل بي ذا باور اوف كونتراكشن معبر عنها بالاكتيف تنشن اللي هي بتترسب مع عدد الكروس بيجز اللي بتعمل كونتراكشن لحد ما توصل ماكسيمم وتقل، يبقى وذين ليميتس. وفهمت ليه اكبر عدد من الكروس بيجز عند قلب الدفاع 2.2 مايكرون، تقلل عن كده تزود عن كده الانقباض بيبقى اقل. ده رقم 10. نيجي اللوحه رقم 11، لود فيلوسيتي ريليشن شيب. هنا انا بحط لود
واشوف العضله هتشيله باني سرعه فيلوستي. العضله هتقصر هنا يبقى التنشن هو اللي ثابت لان الطول اتغير، يبقى هنا نوع الانقباض. ده سؤال ام اس كيو ايزوتونيك. في نوعين من اللود يا اولاد، اللود اللي بتعلقه في العضله قبل ما تديها ستيمولس بيفور يسموه بريلود، حتى حلوه بري يعني قبل، بيفور بعدين قلت هحط سطح سيرفس وبعدين احط بعد كده لود تاني اهو باللون الاحمر، يبقى هنا ده مش هيشد العضله. امال هيتشال امتى؟ لما ادي العضله ستيمولس هتشيله، يبقى هتحس وتشيله بعد الانقباض، فيسموه افتر لود. يبقى قلت في نوعين من اللودز، اللي شايلاه من الاول بريلود، اللي هتشيله بس ما تنقبض ومش حساه من الاول يسموه افتر لود. حتى ماشي، اللي قبل يبقى بري واللي بعد الانقباض يبقى افتر. وقلت لكم جت منين الحكايه دي؟ لما قلت لكم في مسابقات حمل الاثقال قلت المتسابق بيتسابق بطريقتين، قلت ممكن يعلق كده اللود في ايديه، يبقى ده بيستفاد، ده اسمه بري لود، لسه ما انقبضش، اللود متشال بالعضلات من قبل الانقباض. هنا كل ما زاد البري لود بيشد العضله، بيزود الانيشال لينث، فحسب ستالينج لو قوه الانقباض وبالتالي سرعه الانقباض تزيد، يبقى الفيلوستي سرعه الانقباض تتناسب طردي دايركتلي بروبورشن تو ذا بري لود. في نوع ثاني بيبقى اللود محطوط على الارض، بس مش هقدر ارجع اكتر من كده، اهو محطوط على الارض ويمسك البار بس مش شايل اللود، مش حاسه، لما يقولوا له يلا شيل يسموها ناطر، يروح شايل، يبقى ده افتر لود. ده بالعكس بقى، كل ما اللود زاد يشيل ابطا، زاد يشيل ابطا لحد في الاخر ما يقدرش يشيل، ما استفادش بان يزود الانيشال لينث، يبقى التناسب عكسي، اللود صغير يشيله بسرعه جدا، اللود اقل اكتر يشيله ابطا، اللود اكتر يشيله ابطا، يبقى التناسب عكسي. يبقى دايركتلي بروبورشن بري لود وانفرسلي بروبورشن تو ذا افتر لود الفيلوستي. ده سؤال ام اس كيو اهي، الفيلوستي دايركتلي بروبورشن تو بري لود ويذين ليميتس اللي هو ستارتنج لو، انما انفرسلي بروبورشن تو ذا افتر لود. مخي يقول لي طب العضله هتنقبض باسرع سرعه امتى؟ ماكسيمم فيلوستي في ماكس، لو شلت كل اللودز مش شايل حاجه خالص هتنقبض باسرع سرعه. صور جربنا شلنا كل اللودز البري الاسود والافتر الاحمر واديناها ستيمولس، اهي زي الوضع ده، اديناها ستيمولس ما انقبضتش خالص، قوه عاقله ما بتنقبضش على الفاضي. فعشان كده قال لك الفيلوستي ماكسيمم ده نقطه ايماجري خياليه اكسترابوليتد بره قطبي الكيرف. مخك يقول لك لما تشيل كل اللود ويبقى صفر الفيلوستي هتبقى ماكسيمم، لو شلت كل اللودز مش هتنقبض خالص. طب عرفناها ازاي؟ احنا مدينا بالخيال الكيرف، قلنا لو استمر تناقص اللود بالطريقه دي مفروض نوصل ماكسيمم عن صفر هنا، مفروض، لكن ما عملناهاش. ماجيك بوينت. البري لود بقى واحد من اصعب الاسئله. ايه عملت كيرف مره ببري لود 2 جرام ومره ب 4 جرام، ما احنا قلنا زياده البريلود بتزود انيشال لينث، زود سرعه الانقباض، يبقى الكيرف هيبقى اعلى. اعلى يبقى هنقول شيفت تو ذا رايت. فبقى السؤال الاصعب، يبقى زياده البريلود لو عملت نفس التجربه ببريلود بدل 2 جرام 4 جرام طبعا بدات بطول مبدئي اكتر حسب ستالينج لو الانقباض يبقى احسن. بس ما هو تاثير البريلود على الفيلوستي ماكس؟ لما مدينا الخط التقى في نفس النقطه، يبقى البريلود لا يغير الفيلوستي ماكس، يغير الكيرف، يخلي الكيرف اعلى شيفت تو ذا رايت، لكن ما يغيرش الفيلوستي ماكس. وبقولها بجمله فلسفيه جدا، الفيلوستي ماكسيمم نقطه وهميه ما عندهاش لود، اللود عندها صفر، فكيف تتاثر نقطه ما عندهاش لود بتغير اللود اذا كان هي نقطه ما عندهاش لود؟ فالبري لود لا يغير الفيلوستي ماكسيمم. نيجي بقى لاسئله الام اس كيو ثاني يا اولاد بسرعه. يبقى اول سؤال بري لود متشال بالعضله بيفور ستيميليشن، عشان كده سموه بري، ده سؤال. اما الافتر لود ما بتحسوش لان في سبورتنج سيرفس، وبالتالي هتشيله بس بعد ما تنقبض هتشيله، يبقى افتر ستيميليشن، ده تاني سؤال. تالت سؤال الفيلوستي بتتناسب طردي مع البري لود، لان لما تشيله من الاول هيزود الانيشال لينث، حسب ستارتنج لو هيزود قوه الانقباض ودي الليميتس، انما عكسي مع الافتر لود، كل ما تزود افتر لود الفيلوستي تقل، تزود افتر لود الفيلوستي تقل، حل بقى بتبقى ما تقدرش تشيل خالص. وبالعكس نقص الافتر لود الفيلوستي تزيد، تنقص افتر لود الفيلوستي تزيد لحد ما توصل ماكسيمم عند الفي ماكس. طب فاضل سؤالين،
طب لو زودت البريلود تعمل ايه في الكيرف بتاع الفيلوسيتي افتر لود؟ يعني الكيرف اساسا فيلوسيتي افتر لود، هنشرحه بالتفصيل باذن الله مع السيركوليشن. تزود الكيرف، تزود السرعه، لان زاد الانيشال لينث يبقى الكيرف شيفتد ابورد اند تو ذا رايت. هل تؤثر في الفيلوسيتي ماكسيم؟ ده اصعب سؤال. لا تؤثر في الفيلوسيتي ماكسيم. الفيلوسيتي ماكسيم نقطه ما عندهاش لود، فكيف تتاثر بتغير اللود وهي ما عندهاش لود؟ يبقى البريلود ليه تاثيرين، شيفت الكيرف ابورد اند تو ذا رايت but does not affect the velocity maximum. اخر سؤال، velocity maximum imaginary point بره قطبي الكيرف، عشان كده يسموها extrapolated. بول يعني قطب، هي بره القطبين، extra extrapolated بره التو بولز. فتيج يا اولاد بيأثر على العضله ازاي؟ تخيل لاعب بيلعب، الانقباض بتاعه هيبقى الشوط اضعف، يقلل strength، جاريو ابطا، يزود الديوريشن، ده على الكونتراكشن. وبعدين هيجي له شد عضلي، قلنا ريلاكسيشن، هيبقى انكمبليت اللي هي كونتراكتشر، مفيش ادروجين ترايفوسفيت يعمل ديتاتشمنت للكروس بيجز، فيسموها كونتراكشر اند نوت كونتراكشن. ايه سبب الفتيج؟ كل واحده منها سؤال ام اس كيو. نيرف داز نوت شو فتيج. احنا انا عندي نيرف وماسل ونيورو ماسكولار جانكشن. نيرف وماسل ونيورو ماسكولار جانكشن، النيرف ما يتعبش. اول حته بتتعب نيورو ماسكولار جانكشن، بتخلص الاستالكولين. طب الماسل ده الفيرست بارت تو شو فاتيج، ده سؤال ام اس كيو. اول حته نيورو ماسكولار جانكشن بيخلص الاستالكولين، بدليل لو شلت الالكترون من على النيرف حطيته دايركت على الماسل، بعد ما كانت بطلت تشتغل بسبب الاستالكولين خلص هتشتغل، يسموه دايركت ستيميليشن. لما تعملها دايركت ستيميليشن تلغي النيرف والنيورو ماسكولار جانكشن هتشتغل. طب بعد كده هتتعب ليه بعد كده؟ لثلاث اسباب، هيخلص الادروجين ترايفوسفيت والكرياتين فوسفيت والجلايكوجين، بيقل البلاد فلو من كتر الانقباض فبيقل الاوكسجين نيوترينتس، بيتجمع اللاكتيك اسيد. تاثير تغير التمبريتشر، طبعا انت عارف لما تسخن العضله بيحصل حاجتين، احفظها، واحده تزيد واحده تقل. الانزيمز بتشتغل اكتر واللزوجه بتقل، بيزيد الانزيماتيك رياكشن ويقلل اللزوجه، فالانقباض يبقى احسن. والبروده بالعكس، بيقلل البروده بتقل الانزيماتيك رياكشن وتزود الفيسكوستي، فالانقباض يبقى ابطا زي الفتيج. يعني كل زي الفتيج، ده سؤال ام اس كيو بس الاسباب مختلفه. الكولد بيخلي العضله اكثر لزوجه ويقلل انزيماتيك رياكشن، الورم العكس. خلصنا اللوحه رقم 11، نيجي اللوحه رقم 12، سهل قوي. الرايجر مورتس، التبس الرمي عقب الوفاه. قلت بعد ساعتين من الوفاه 1 تو 2 اورز في واحد بيموت بيتاب بس، يعني بينشف. بعد 12 ل 24 ساعة حسب صيف ولا شتاء بيحل تاني. لا التيبس انقباض ولا الانحلال ريلاكسيشن. امال هو تيبس ليه؟ الاستيفنس ده كونتراكتشر. مفيش اي تي بي سيباريتد اكتيف من مايس، مش احنا قلنا الاي تي بي محتاجينه للديتاتشمنت؟ مفيش ديتاتشمنت، يبقى التيبس ده كونتراكتشر، فيلير اوف ديتاتشمنت بسبب الاي تي بي خلص. طب وحل بعد كده ليه؟ ده مش ريلاكسيشن، ده بكتيريا بيوتريفاكشن، تحلل بسبب بكتيريا. عشان كده التحلل بيبقى اسرع في الصيف 12 ساعه، في الشتاء 24 ساعه. ايه اهميه الرايجر مورتس؟ ان انا اعرف الراجل ده مات امتى، تايم اوف ديث ميديكوليجا، وبالتالي اعرف مين عمل الجريمه دي. لو كان في جريمه شوف مين كان موجود وقت الوفاه، يبقى وقت الوفاه بيحل لغز القاتل، يبقى ميديكو ليجل عشان اعرف التايم اوف ديث. طيب نيجي للالكتروميوجرافي، رسام العضله الكهربائي. انا عملته شخصيا، جالي اصابه رياضيه وعمله لي. هنا الجهاز عباره عن كاثود ريسولوسكوب، مش عايز اضيع وقت لان ده ام اس كيو، والكتريك امبليفاير مكبر ونوعين من الالكترودز. لو الكهرباء قويه بتستخدم ميتال ديسك الكترود، كهرباء ضعيفه بتحط بقى الالكترود جوه العضله عشان الكهرباء جوه ضعيفه، اسمه هايبوديرميك تحت الجلد. يبقى ده اللي انا عاوزه عشان تفهم، يبقى فيه هنا ميتال ديسك وفي هايبوديرميك نيدل. هل لو انت من غير ما العضله تنقبض الجهاز بيسجل كهرباء؟ طبعا، لان في ماسل تود ديورينج ريست. طب لو بقول الان اقبض العضله، الكهرباء بتزيد لان الانقباض بيزيد. ليه الكهرباء بتزيد؟ هنسالك في الام اس كيو بسبب حاجتين. زي ما بقولها، زياده الانتاج الزراعي في مصر تزود المساحه المنزرعه، يبقى توسع افقي. في طريقه ثانيه لزياده الانتاج، خلي الفدان يتزرع اكتر من مره،
توسع رأسي نفس الفكرة. يبقى لما بقول له اقبض العضلة ليه الكهرباء الانقباض بيزيد وعليه الكهرباء؟ بيزيد عدد اليونتس المشتركة في الانقباض، أظن يبقى ده توسع أفقي، وكل يونت بيجي له عدد أكبر من الأكشن بوتنشال من نيرف إمبلس، يعني بيشتغل أكتر عدد مرات أكتر، يبقى ده توسع رأسي. يبقى تنساها حاجة في المصل وحاجة في النيرف. المصل بنزود عدد الموتور يونتس وسميناها ريكروتمنت، لما قلنا الراجل الريكروتر اللي بيعينه كان في فيلم اسمه ريكروتر على فكرة. أزود النيرف، أزود الفريكونسي وأكشن بوتنشال. دي رقم 12. طيب نيجي اللوحة رقم 13 all or none low. either the unit responds maximally all or does not respond at all. يبقى ده none. فين أهم كلمة في MCQ؟ لازم all conditions are kept constant، كل حاجة تبقى ثابتة. فين بقى السؤال MCQ؟ مين اليونتس في الجسم اللي بتبع all or none low؟ حب نظام قوي وما عشقت مثل عشق النظام، يا نيرف يا مصر. والمصل ثلاثة أنواع، يا سكريتال يا كاردك يا سموث. مين في النيرف يتبع الأورو نان لو؟ النيرف فايبر مش النيرف، النيرف does not obey الأورو نان لو، نيرف فايبر. طب في السكريتال مصل، المصل فايبر مش اللي هو المصل، أو 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 الموتور يونت اللي هما سبلايد بواد أنتيرو هورن سيل وان أكسو. مين في الكاردك مصل يتبع الأورو نان لو؟ الهارت ما بينقبضش أذنين وبطنين، الأذنين لوحدهم والبطنين لوحدهم، يبقى بوث اتريا الاذنين او بوث فنتريكلز. مين في السموث ماسل؟ هنجيلها دلوقتي حالا، الفيسرال تايب نوت ذا مالتي يونت تايب. هنعرف ليه. لا ده مالتي يونت من اسمها، مالتي يونت اكتر من يونت وهو بيطبق على اليونت، يبقى المالتي يونت لا تتبع في السموث ماسل. تبقى حافظ الليسته دي صم ام اس كيو. طيب خد بالك ليه بيقول لك other conditions are kept constant؟ لان ممكن اليونت قوه انقباضها تتغير لو اتغيرت الكونديشن، زي في ستارلينج لو لو زودت الانيشال لينث، زي في الستيركيس فينومينا لو اديت ريبيتد ستيمولاي هيحصل ستيركيس فينومينا، لو سخنتها لو حطيت ادويه. عشان كده بيقول لك all conditions are kept constant. reaction of muscle to denervation، ما اعتقدش ده يجيبه لك ولا، بس اقوله في عجاله اربع حاجات عليك. لو قطعت النيرف المغذي للسكيليتال ماسل هيحصل اربع ظواهر انتوا عارفين، اتنين باراليسيس، وادام اتشلت ما بتشتغلش هتضمر يبقى ماسل اتروفي. صعب هو الاثنين اللي بعديهم. الماسل المشلوله بتلعب لوحدها، في الاول تلعب لعب قوي اسمها فاسيكيوليشن، وبعدين لعب ضعيف فايبرليشن. قلت فاسيكل يعني حزمه، حزمة أقوى من الفايبر مش شعر أو الشعير. فبتبتدي الأول تلاحظ الماسل فيها فاسيكوليشن وبعدين تبقى فايبرليشن. هنقولهم في جدول من أربع نقاط. الفاسيكوليشن يحصل at the start of nerve regeneration، بتقطع النيرف بيبتدي ريجنريت، بيطلع منه مواد كيميائية تعمل spontaneous stimulation لبقية النيرف السليمة، فتدي spontaneous nerve impulse. يبقى بتحصل at the start of nerve degeneration وسببها nerve impulse. انما الفايبريليشن بعد ما كل النيرف فايبر ديسترويد، يبقى مفيش نيرف هنا يبعت امبلس. امال الاكشن بوتنشال جاي منين؟ جاي من المصل، يبقى سببها spontaneous muscle impulse بسبب ظاهره اسمها denervation hypersensitivity. لو عاوز تعرفها ارجع للمحاضرات. زياده الحساسيه بعد قطع العصب، المصل بتبقى اكثر حساسه بعد قطع العصب، مفيش عصب يكسر الكيميكال ترانسميتر. طيب دي لانها فاسيكوليشن قويه، يبقى سين اند فيلت، حضرتك العيان حاسسها والدكتور شايفها الدسكين وعليه، يبقى الكهرباء قويه، يبقى محتاجه ميتال ديسك بس. انما دي فايبريليشن، فايبر واحد مش فاسيكل مش حزمه حتى بالعقل، يبقى الدكتور مش شايفها، العيان حاسسها بس، بس انا ابص على رجله ما او على ايده مش شايف حاجه، بس عيان يقول لي رجلي بتلعب او ايدي اللي هي مشلوله. فلت باي ذا فيش، يبقى عاوزه نستخدم الهايبوديرميك نيد يا اولاد اللي هو بيجيب الكهرباء الضعيفه. طيب تقل لل سموث ماسلز. سموث ماسلز نوعان، في الفيسرال تايب والمالتي يونت تايب. ده سؤال MCQ.
الفيسرال تايب بتتكون من شيتس اهي شكلها سبندل شيبت في اربع نقاط زي المغزل، انه ما بين كل شيت والتاني في جاب جانكشن. فاكر الجاب جانكشن اللي هو معمول من هكساجونال بروتين اسمه كونكسون، لانه بيكونكت شيت بشيت. كونكسون اللي هو بروتين سداسي، هكساجونال بروتين. حضرتك تستيميليت وان شيت كله يستجيب، خلاص. يبقى هنا المسل فانكشن اس سنسيتيوم، كانها مدمج خلوي، كانها يعني كلهم كانهم خليه واحده، تستيميليت واحده كله يستجيب لانهم متصلين ببعض، يبقى فانكشن اس سنسيتيوم. وعليه هي دي اللي بتتبع الاولور نون لو. طب النقطه الثالثه، طب يبقى انت كفايه تستيميليت اول واحده وهي هتوصل، يبقى كفايه ان النيرف يغذي السوبرفيشال ليرز والاكشن تنشن هيكمل. والمثال كل الهولو فيسيرا اللي هو الاحشاء الجوفاء زي الجات وزي البلاد فيسلز. ايه عكس؟ يبقى المالتي يونت هنا كل شيت لوحده سيبريت يونتس، مفيش ما بينهم جاب جانكشن، وعليه ممكن تشغل واحده تشغل اثنين تشغل ثلاثه، يبقى مفيش اول اور نان، كان بيجريدد العكس تمام اهو سيبريت يونتس وعليه كان بيجريدد. طب دلوقتي انت ما تقدرش، مفيش حاجه هتوصل من دي لدي ودي، يبقى لازم تغذيهم كلهم، يبقى النيرف دنسلي انيرفيتد. والمثال بقى مش الفيسرا، الاي، لنفكر زي الايريس وزي السيلياري ماسل، بقبض العضله حسب الاحتياج، كميه ضوء جامده اقفل الحدقه جدا، الضوء قليل افتحها، يبقى ما ينفعش يا اولاد تبقى اولور نان. فعشان كده هي مالتي يونت، يبقى الفيسرال بتتكون من وان يونت، ما هو سنسيتيوم مدمج خلوي يعني كانها وان يونت فتتبع الاولور نان لو، انما هنا سيبريت يونتس يعني اكتر من يونت يبقى لا تتبع الاولور نان لو. وعليه هنا لازم كفايه استيميليت اول واحده نيرف يوصل للسوبرفيشال لير وهم شغالوا بعض، انما هنا لا كل واحده لازم لها النيرف بتاعها، يبقى النيرف دي دنسلي انيرفيتد. المثال نمره 4 هنا الهولو فيسكاس، انما هنا زي الايز. طيب رقم 15 يا مهول، عندنا 17 شيت في المصل ثاني، عملناها لك كلها في قاعده اهي، اسمعها كذا مره بقى. ام اس كيو جاي رهيب، الاستراكشر وسموث ماسل، سموث ماسل يعني ما فيهاش ستريشن، ده ساركوبلازم نوت ستريتد، دي ببلاش، ادام قلت سموث يبقى نو ستريشن. وبعدين بحب الحفظ بطريقه لطيفه قوي، نو ثلاثه فيهم حرف التي، السموث ماسل نو تندون، نو تروبونين تروبومايسن، اصل فهمتها لكم، تروبونين تروبومايسن ده بيفصل الاكتين من المايسن، ريلاكسينج فيلمنت بيمنع الانقباض. احنا السموث ماسل طول النهار بتنقبض، حضرتك بتاكل ثلاث وجبات وما بين كل وجبه وجبه 10 سناكس على طول شغاله، يبقى مش فاضيين بقى، حط تروبونين تروبومايسن شيل التروبونين تروبومايسن، حط تروبونين تروبومايسن شيل التروبونين، بلاه مش عاوزين خالص تروبونين تروبومايسن، العضله شغاله على طول، يبقى نو تروبونين تروبومايسن. انستيد في كالمودولين، بروتين بيموديليت الكالسيوم، هنفهم بعد شويه. نو تي تي بيولز، ليه؟ لان التي تي بيولز بتوصل اكشن بوتنشال للساركوبلازميك ريتيكولم، هنا الساركوبلازميك ريتيكولم اوريدي بور، يبقى ده كل ده الحته دي ام اس كيو، يبقى ما فيش استريشن دي سهله. وبعدين ما فيش 3 تي، نو تندون، نو تروبونين تروبومايسن، نو تي تي بيولز. طب في حاجتين ضعاف بقى يا اولاد، بور ساركوبلازميك ريتيكولا مش موجود خالص، موجود بس الكالسيوم ما بيخرجش من رانودين ريسبتور تشانل، انما من انيزيتول تراي فوسفيت تشانل، يعني ساركوبلازميك ريتيكولا بور والتشانل مش حساسه للرانودين انيزيتول تراي فوسفيت تشانل. تاني حاجه ان احنا ادم بور ساركوبلازميك ريتيكولا، الكالسيوم هنجيبه منين؟ ما هو الكالسيوم كان بيجي من ساركوبلازميك ريتيكولا، هو هنا لنا ليه بور؟ عشان الكالسيوم جاي من بره بالاكسترا سيلولر، فالكالسيوم وهو داخل من بره يبقى يعمل ديبولاريزيشن، يبقى حاجتنا للصوديوم تشانل انها تعمل ديبولاريزيشن قليله، يبقى فيو صوديوم تشانلز، يعني حاجه جابت حاجه، لان الساركوبلازميك ريتيكولم ضعيف يبقى مش هعتمد على الكالسيوم اللي جوه، هجيب كالسيوم من بره.
كالسيوم اللي جاي من بره يعمل هو الديب بولاريزيشن جاي عن طريق سلو كالسيوم شانل فولتج جيت الكالسيوم شانل، يبقى يعمل سلو اكشن تنشن مش محتاجين صوديوم. يبقى مين الحاجتين اللي مش موجودين بقوه؟ الساركوبلازميك تيكرم ضعيف وفيو صوديوم شانل. وقصد اله ليه بنعتمد على الكالسيوم اللي جاي من بره وجاي من خلال شانل بطيئه الكالسيوم بطيء؟ لان السموث ماسل احلى ما يميزها مش ما يعيبها، ما يميزها انها بطيئه. وقلت لك ليه اهميه ان الماسل تبقى بطيئه؟ بتبقى بطيئه ده يدي وقت للدايجيشن والابزوربشن. لو كانت بتشتغل بسرعه كان كل ما تاكل وجبه يجي لك اسهال، تاكل وجبه يجي لك اسهال. عشان كده ربنا قال لا، الكالسيوم ما يبقاش تحت ايدها لانها تشتغل بسرعه. لو تحت ايدها هتلاقي الكالسيوم من بره ومن خلال الشانل البطيئه. شوف العظمه. طب الكالسيوم جاي يبقى هو يعمل الديبولاريزيشن ودون نيد صوديوم شانلز. ايه العظمه دي؟ للي يفهم كل دي اسئله ام اس كيو. الكتريكال اكتيفيتي وسموث ماسل اشهر سؤال ان الريستنج ممبرين بوتنشال بتاعها، افتح ودنك، انستابل مش ثابت، انستابل وعند ناقص 50 ل 60 مش ناقص 90. خلاص في السكريتر ماسل كان ناقص 90، هنا ناقص 50 60. هتقول لي ايه اهميته ان يبقى انستابل؟ بيؤدي لسلو ويفز. السلو ويف اللي توصل فايرنج ليفل تدي اكشن بوتنشال، تدي كونتراكشن. طب ايه اهميه انها تبقى انستابل؟ قلت ده بيقربها من الفايرنج ليفل. فلو جت السلو ويف عند البوتوم مش هتوصل فايرنج ليفل، لكن لو حظها جه عند التوب هتدي توصل فايرنج ليفل تدي كونتراكشن. شوف العظمه. يعني ربنا قاصد يخلي الريستنج ممبر بوتنشال انستابل عشان تقرب من الفايرنج ليفل. فلما تحط السلو ويف على التوب بتاعتها تشبط في الفايرنج ليفل وتدي اكشن تنشن وتدي كونتراكشن، تحطها على البوتوم على القاع ما توصلش. ده اهم سؤال هنا في الالكتريك اكتيفيتي. الريستنج ممبر بوتنشال بتاع السموث ماسل انستابل وناقص 50. تايبس اوف اكشن بوتنشال في السموث ماسل، قلت السموث ماسل اكبر متحف للاكشن بوتنشال، يعني او نقولها متحف بالبلدي. خلاص. عندنا في الجسم ثلاث انواع من الاكشن بوتنشال. سبايك بوتنشال زي بتاع السكيليتال ماسل، حتى في السكيليتال ماسل بياخد 5 ملي سكند بقى السبايك. خلاص بيبتدي من 90 بس ياخد 5 ملي سكند. هنا ده عندها سبايك بوتنشال بس ياخد 50 ملي سكند، يعني شوف البط البط. وعندها نفس التو اكشن بوتنشال اللي خدناهم في الهارت، اللي هو الاكشن بوتنشال ويز بلاتو اللي هو بتاع النام بيس ميكر اللي هو بتاع الاترا والفنتكل. حتى البلاتو طويل قوي هنا ممكن يوصل 1000 ملي سكند. وعندها الاكشن بوتنشال بتاع البيس ميكر اللي هو البيس ميكر بوتنشال اللي هو بيتميز بوجود بري بوتنشال اللي هو بتاع الاس ان نود والاي في نود. يبقى الثلاث انواع من الاكشن بوتنشالز اللي موجودين في الجسم، واحد في السكيتال ماسل والنيرف اللي هو السبايك، واثنين في الهارت اللي هو الاكشن بوتنشال بلاتو والاكشن بوتنشال ويز بري بوتنشال، كلهم كلهم موجودين في السموث ماسل. تبقى عارفه. طيب نيجي صفحه ما قبل الاخيره. سايتيشن كونتراكشن كابلينج اللي هو الموليكولار ثيوري، في 5 ديفرنسز. عد معايا. اول حاجه يا اولاد ان الكالسيوم هنا جاي اساسا من الاكسترسيوري فلويد مش من الساركوبلازميك تيكلم لانه بور، فجاي مينلي من الاكسترسيوري فلويد وقلنا جاي عن طريق سلو كالسيوم شانل، يعني انه جاي من بره. اما حاجه هستوردها من بره هتاخد وقت عبال ما تدخل لي، دي واحده. والمراكب بطيئه، الشانل بطيئه، وهذا هو المطلوب ان ربنا عاوز السموث ماسل تبقى بطيئه. يبقى دي اول فرق، ان الاكسترا الكالسيوم جاي اساسا من الاكسترسيوري فلويد وبيدخل عن طريق النوعين من الشانل اللي عارفينهم، لايجان جيتد اور فولتج جيتد. طب بس احنا قلنا جوه فيه بور ساركوبلازم كتير كمان، الله وحده، ربنا عاوز يستغل كل الامكانيات، يبقى برضه نستعين بالكالسيوم اللي جوه ما يخسرش. طب كده واحد من بره واحد من جوه، عاوزينهم يشتغلوا ان هارموني زي ما قلت لكم، الهورس والكارج اللي هو صفين الحصان الاحصنه اللي بيجروا عربيه، لازم يمشوا مع بعض. فربنا خلى اللي من بره يطلع اللي من جوه، ظاهره اسمها كالسيوم انديوسد كالسيوم ريليس. كالسيوم انديوسد يعني الكالسيوم اللي بره بينديوس كالسيوم ريليس للكالسيوم اللي جوه، اللي قلنا حتى بيطلع مش عن طريق الرايانودين، عن طريق الانزيتول ترايفوسفيت شانل.
كل واحده سؤال ام اس كيو. يعني في اول خطوه انه جاي اساسا من الاكسسيلر سؤال ام اس كيو، عن طريق فولتج ولايجنجيتد شانل سؤال ام اس كيو، يطلع اللي جوه مع انه فور يطلع الكالسيوم اللي جوه عشان ما يخسرش، عن طريق ايزيتول ترايفوسفيت ما يخسرش. تاني ستيب كالسيوم ده ان اكتف، عاوزين بروتين يعمل له موديوليشن كده ويخليه ينفع. سموه ايه البروتين ده؟ كالسيوم موديوليتنج بروتين. طب ما نقوله في كلمه واحده، كال موديولين، كالسيوم موديوليتنج بروتين. ده تاني ستيب. يبقى الكالسيوم ان اكتف، الكال موديولين ان اكتف، الكالسيوم كال موديولين كومبلكس هو ده اللي اكتف. دي تاني فرق. تالت واهم فرق يا اولاد، ان الكالسيوم في السكيتال ماسل كان بيروح للتروبونين، يمسك التروبونين اللي هو جزء من الاكتين، كان بيروح للرفيع للثين فيلمنتس. هنا الكالسيوم بيلعب مع الكبير، بيروح للمايسن. يعمل ايه بقى؟ بص لي عشان تفهمها. احنا قلنا المايسن اللي هو الكبير فيه 2 هيفي شانلز و4 لايت، فالكالسيوم بيروح للمايسن لايت تشين. مايسن ده انا اللايت تشين كاينيز محرك يركب فيها فوسفيت جروب تخليها تمسك في الاكت. يبقى يسموا الانزيم ايه؟ ما تحفظوش، اتفرج عليها وتتخيل. الكالسيوم دخل لمين؟ للمايس مش للاكتين. ده فرق مهم جدا في الام اس كيو. في السموث ماسل بيلعب مع الكبير مع المايس، اني حته في المايسن اللايت تشين، يبقى راح للمايس لايت تشين. في انزيم هنا بيجيب فوسفيت جروب يركب المايس في الاكت، فيسموه مايسن لايت تشين كينيز، كينيز يعني محرك يروح ماسك الاكت. يبقى لعب مع المايس هناك، كان بيلعب مع الاكت مع التروبونين. ده اهم فرق. وحاجه لذيذه قوي، يروح ماسك الاكتين اهو اهو، يبقى مايس اللايت تشين يروح ماسكه كده، وهي ادي الفوسفيت جروب. سموها لاتش بريدج، عارف زي المزلاج بتاع الباب، لا ادي البريدج اهو، البريدج اللي هو الكروس بريدجز، وده اللاتش اللي هو المزلاج. سموها لاتش بريدج ميكانيزم، مفيش سايكل وبالتالي مفيش طاقه. يبقى ايه هو اللاتش بريدج ميكانيزم؟ سؤال مسكوه مهم جدا، ان تمنتين كونتراكشن ويز مينيمال انرجي ويز مينيمال اي تي بي. طب دي حصلت ازاي؟ ان اللي كان بياخد الطاقه اللي هو السايكلينج بايندينج بيندينج اتاتشمنت ريتير بايندينج بيندينج مفيش كلام، يا نو سايكلينج يا فيري سلو سايكلينج. يبقى راح مايس لايت تشين، مايس لايت تشين كينيز محرك جاب له فوسفيت جروب ركبه في الاكت او الاكت. يبقى دلوقتي ادي الكروس بريدج اهو، ركب فيها مزلاج، فيسموها ايه؟ لاتش بريدج، لاتش بريدج ميكانيزم. ده سؤال ام اس كيو، مينيمال انرجي ونو سايكل. ده الفرق الرابع. الفرق الخامس، عاوز اعمل ريلاكسيشن، يبقى الكالسيوم اللي دخل تطرده بره. طب هو جاي من مصدرين، الاكسترا سيلر نطرده بالكالسيوم بامب بره، واللي جاي من البور ساركوبلازميك ريتيكولم نعمله برضو كالسيوم بامب جوه. كل واحد في مكانه، اللي جاي من بره يطلع بره، اللي جاي من جوه يدخل جوه. فك الكالسيوم، قوم الانزيم اللي اسمه مايسن لايت تشين كينيز يبقى ان اكتف، ويتنشط بداله انزيم اخر اسمه مايسن لايت تشين فوسفاتيز، يروح شايل دي تروح فك. يبقى خروج الكالسيوم وقف نشاط اللي بيعمل انقباض اللي هو المايسن لايت تشين كينيز، ونشط واحد تاني. البدايه هي الحفظ سهل، مايسن لايت تشين فوسفاتيز. يبقى مين اللي وقف؟ المايسن لايت تشين كينيز اللي بيركب اللي بيحرك كينيز، ومين اللي اشتغل؟ المايسن لايت تشين فوسفاتيز. فكوا من بعض. ده الفرق الخامس في الريلاكسيشن. يبقى خمس فروق مهمه جدا. يبقى خلال العناوين الاساسيه، الكالسيوم جاي من الاكسترا سيلور اساسا مني، وشويه من الساركوبلازميك تيكل عن طريق الانزيتول ترايفوسفيت. الخطوه الثانيه ان اكتف، لازم يتحد مع الكال موديولين، الكالسيوم كال موديولين كومبلكس ولا اكتف. اهم حاجه ما بيروحش للصغير الاكتين زي في السكيتال ماسل، السكيتال ماسل بيلعب مع الصغير، انما ده بيلعب مع الكبير مع المايس. ينشط المايس لايت تشين كينيز، يركب الفوسفيت جروب اللي هو لاتش بريدج، المزلاج مع البريدج لاتش بريدج، اللي هو سلو سايكلينج وبالتالي ليس اي تي بي، ممكن دو كونتراكشن لمده طويله سلو سايكلينج ليس اي تي بي. نخرج الكالسيوم بره، ده بالبامب وده يدخل في مكانه، يبقى تركيز الكالسيوم قل،
فده ان اكتيفيت المايسل لايت تشين كايناز ويكتيفيته حتى اللي بيفك اسمه مايسل لايت تشين فوسفاتيز. يبقى البدايه مايسن لايت تشين اللي يحرك كايناز اللي يفك فوسفاتيز لما هما الاثنين اللعبه مع الكبار مع المايسن لايت تشين. الجداول دي قلناها يا اولاد ان هنا السورس اوف كالسيوم في السكيتال ماسل انترا سيلولر بس انما هنا مينلي اكسترا سيلولر وشويه طالعه من الانترا سيركلازم كريكم الضعيف. الرول اوف كالسيوم هنا بيلعب مع الصغير في السكيتال ماسل اكت انما هنا بيروح للمايس خلاص هناك كان بيبايند للتروبونين انما هنا بينشط المايس لايت تشين كاينيز فوسفاتيز. كالسيوم موبيلايزيشن الديبولايزيشن اوف تي تيوبس كان هناك فاكر بيدخل الاكشن بوتنشال عن طريق التي تيوبز يفتح رانودين ريسبتور في الساركوبلازميك تيكرام يطلع الكالسيوم انما هنا بيطلع عن طريق الساركوبلازميك تيكرام الضعيف الانستول ترايفوسفيت ده الضعيف من الساركوبلازميك تيكرام. كالسيوم بيدخل سوس ماسل منين؟ من بره عن طريق الفولتج جيتد كالسيوم شانل واللايجاند جيتد كالسيوم شانل زائد شويه صغيرين اللي من جوه من الساركوبلازميك تيكرام بالانستول ترايفوسفيت. الصفحه الاخيره يا اولاد اللوحة الأخيرة. بماذا تتميز السموث ماسل؟ بأن الكونتراكشن بتاعها سبونتينس without نيرف. يعني لو قطعت النيرف بتاع السكيتا بس يحصل باراليسيس. ده سؤال مهم جدا. سموث ماسل لا. ليه؟ أنت عارف إن فيه الأنستيبل ريستنج ممبر بوتنشال تحط عليه السلو ويف يوصلك للفايرنج ليفل أكشن بوتنشال ببلاش سبونتينس. وتشتغل يا ريثميك يعني بايقاع زي القلب وفي انواع تشتغل تيتانيك يعني تقعد منقبض على طول. سبونتينس كونتراكشن ده بيتاثر بايه؟ في نيرفز بس النيرف دول ريجيليتور مش اوبريتور. السمباثاتيك والبارا، البارا صديق الجهاز الهضمي يشغل سموث ماسل بتاعت الجهاز الهضمي. السمباثاتيك يشغل السموث ماسل بتاعت البلاد فيسل مثلا انه بيعمل فازو كونستكشن يحافظ على الضغط ما عدا اثنين يا اولاد. فاكرينهم كورونري والسكريت. ستيمولاتوري فاكتورز دي اسئله ام اس كيو للستريتش. دي حاجه رائعه فهمتها لكم ان ازاي الجهاز الهضمي بيعرف امتى اني حته تنقبض. الحته اللي جالها الاكل، الاكل ده نسميه بولس فود. بولس اهي بولس فود. يبقى الحته اللي فيها داخل الاكل حصل لها ستريتش فتنقبض تزقها، فالحته اللي بعديها تبقى ستريتش تنقبض. تشوف الروعه كانه كمبيوترايز. الحته بس اللي جالها الاكل تنقبض تزق اللي بعدها، فاللي بعدها تستريتش تنقبض. يبقى الاسترتش بيزود انقباض. سؤال ام اس كيو. الكولد سؤال عارفه رجل الشارع يقول لك خدت برد في معدتي مغص. يبقى الكولد بيزود في السموث ماسل مش ينقص. خد بالك برد معدته بتغلطوا فيها. لوكال فاكتورز الاسيدز والكربون دايكسايد. الاسيد وزياده الكربون دايكسايد ونقص الاكسجين بالعقل. يبقى احنا اشتغلنا كتير بدليل الاكسجين ناقص والكربون دايكسايد زاد وطلع اسيد المتولين بيطلع اسيد. يبقى ده ريلاكس يعني حتى بالعقل. دول معناها اشتغلنا كتير. يبقى خلاص كفايه اكسجين ناقص سي او 2 زاد والاسيدز ريلاكسيشن. انما هنا الالكل والبوتاسيوم يعملوا كونتراكشن. هيومورال فاكتورز لو مسك الريسبتور اللايجند للايجند، اللايجند ده زود السيتوبلازميك كالسيوم يبقى يعمل كونتراكشن. لو عمل هايبر بولاريزيشن بعدني على الفايرنج ليفل يعمل ريلاكسيشن. تبقى عارف الكلام ده. الرول اوف نيرف قلنا انها ريجولاتوري. نيرف بتغير السنسيتيفيتي تو لوكال. معلش انا قرب الشحن يخلص فعاوز اخلص قبل ما يطفي عشان ما نعملش حاجه زياده. خلاص فاضل لي دقيقتين. سنسيتيفيتي النيرف بيغير الحساسيه للكيميكال ايجنتس وذر كانت سيركوليتنج عن طريق البلاد وذر كانت سيركوليتنج او وذر كانت لوكال. اخر حاجه يا اولاد ريليشن اوف لينث تو تنشن. قلت اي عضله تشدها يبقى انت شديت السيريز الاستيك اليمنت اللي هم الكروس بريدجز. على فكره اتضح ان السيريز الاستيك اليمنتس هم اساسا الكروس بريدجز. اي عضله تشدها يبقى شديت الاساتيك اللي فيها التنشن يزيد سكيليتال وكارلك على طول. طول ما انت شاددها التنشن عالي ما عدا السموث ماسل برغم انك لسه شاددها فجاه تلاقي التنشن قل ورجع للنورمال. هو ده اللي اسمه بلاستيستي. يبقى بلاستيستي نورماليزيشن اوف تنشن ويز انكريز لينث. نورماليزيشن اوف تنشن ويز انكريز لينث. طب ايه سببها؟ قلنا يا اولاد انه الكروس بريدجز انت ما بتشد العضله اهو بص للرسمه الكوز بيجي بتشد اللي هي السيريز لاستيك اليمنت فالتنشن يزيد.
السموث ماسل هي الوحيده دون السكيليتال والكاردك اللي تقدر تغير مكان الكروس بيجس وهي مشدوده. فالكروس بيجس تروح لمكان اقرب يحصل ري ارينجمنت اوف كروس بيجس فالتنشن يبقى نورمالايزد. يبقى ما هو البلاستيستي؟ نورماليزيشن اوف تنشن برغم ان اللينث ما زاد زايد. نورماليزيشن اوف تنشن with increased length. طب ايه الميكانيزم؟ rearrangement of cross bridges. ايه الفايدة؟ ان انت اول ما المثانة البولية تبملي بول تحس التنشن زاد انك عاوز تروح التواليت. طب افرض انك انت مستمتع وعاوز تكمل معايا، بعد شوية تلاقي التنشن بقى normalized، يبقى هي بس اديت لك انذار ان فيش بول ابتدى يتجمع. فكر، مش عاوز اتضايقك، فحصل normalization of tension. نفس كان في المعدة، معدة تملي بقى تحس بملت، هتقول لك تعالى قوم خد الحلو، تقول استنى بس على شويه. بتستنى ايه؟ بتستنى البلاستيستي، مش قادر، مفيش مكان. حتى الناس تقول لك اما الاكل يهبط شويه، ما يهبطش، هو لما بتتشد بعد شويه بيحصل تغير الكروس بيجس واماكنها، نورماليزيشن اوف تنشن، تديها تاني المعدة تريلاكس، تنبسط وحضرتك تنبسط، انتوا الاثنين تنبسطوا، بس كل واحد معنى مختلف. المعدة انبسطت يعني عملت نورماليزيشن اوف تنشن بسبب الكروس بيجس ري ارينجمنت، فحاجة تنبسط تملها أكتر. يبقى كان أكيموديت مور فوليوم وذ مينيمال تشينج إن بريشر. شوف اللذة سواء في المثانة البولية ورينا بلادر أو في المعدة، ظاهرة اسمها بلاستيستي فقط في السموث ماسل. نورماليزيشن أوف تنشن وذ إنكريز لينث، أهي نورماليزيشن أوف تنشن وذ إنكريز لينث. سيجنيفيكانس إنها كان أكيموديت لارجر فوليوم وذاوت ماتش تشينج إن بريشر سواء في المعدة أو في اليورينا بلادر. والسبب rearrangement of cross bridges. ولا تنسى نقطتين في الامسكيو مهمين جدا، إن السموث ماسل resist fatigue لأنها بتكونسيوم less ATP زي قلنا في اللاتش بريدج، ما بتتعبش، بتشتغل يوم كله، أنت عمال تديها في سناك وبطيئة عشان تدي time for digestion and absorption. ده في الامسكيو مهم، إنها resist fatigue وslow، resist fatigue وslow، اوعى تنسى. وطبعا لاتش بريدج ما تنساهوش انها تعمل انقباض وزمني من ATP لان السايكلينج قليل قوي. وبعدين البلاستيستي نورماليزيشن اوف تنشن ويز انكريز لينث بسبب ري ارينجمنت اوف كروس بريدجز، وبالتالي كان اكوموديت لارج فوليوم. وفي النهايه بشكركم انكم اديتوني وقتكم، واتمنى اكون افدتكم، ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. يبقى عملنا لكم الام اس كيو اوتونوميك نيرف ومصل. شكرا.